السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اعرفش قطع لوحده، فجأة جالي رسالة كده your video has stopped وما اعرفش ايه كده، فللأسف النت فصل لوحده او الفيديو فصل لوحده. ما اعرفش انتوا معايا دلوقتي لايف ولا لا؟ معايا كده لايف صح؟ طيب ما تنسوش بقى تعملوا شير للبث عشان كده ايه يعني الناس، طبعا الناس اللي رجع او اللي تاهت دي عايزين نجيبها نجمعها تاني. انا ما زلت بقى في انتظار استفسارات حضراتكم، دي الفقره الاخيره او الجزء الثالث من البث للجزء الثالث دلوقتي، عشان للاسف النت هنا النت كويس جدا على فكره. بالمناسبه اقول لكم خبر حلو قوي، بس يعني قولوا ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا شغال هنا في المكتب، مكتبي على الانترنت 5G 5G ها 5 5 5. فعقبالكم ان شاء الله كده اما الفورجي يركب عندكم في مصر. انا شغال على والله انا يعني الحمد لله يعني عدلنا النت بتاعنا، النت اللي شغال عندنا 5G بغزكو 5G ها 5G. فلكن المشكله في ايه؟ المشكله طبعا ان يعني بيبقى فيه صعوبه عشان اخش على الفيس وكده. يعني انتظر استفساراتكم تاني عشان ما اطولش عليكم وما تطولوش عليا، وعشان الحق البطايه اللي بتستوي في البيت عشان ممكن ياكلوها. الساعه كام؟ هم قالوا لي ساعه زمن بالظبط وهيبداوا نسف في الذكر البط. فيعني انا معاكم شويه كمان، قدامي ربع ساعه كده تلت ساعه. فلو في اي استفسارات انا مع حضراتكم. احنا اتكلمنا في الجزء الاول عن حاضنه الاعمال. ان شاء الله الدوره التدريبيه اللي انا برتبها ان شاء الله عشان تقولي الصين تاخدوا دوره تدريبيه عمليه هنا في الصين ان شاء الله عن التجاره والاستثمار والدراسه في الصين هنا ان شاء الله، وتعلم اللغه الاسبوع ال10 ايام اللي هتيجوا فيه الدوره هنا في الصين ان شاء الله هتتعلموا كل يوم مبادئ عن اللغه الصينيه وازاي تعرفوا تتكلموا في الاسواق وكده ان شاء الله. اهلا يا استاذه منى، ابعتي لي على الخاص يا استاذه منى، كلميني على الماسنجر تحت امرك ان شاء الله باذن الله. والله يا استاذ محمد بيش غصب عني، والله ده اهل الرياض زعلانين والناس في الرياض زعلانه جدا، بس الفيزا اللي كانت معايا ما كانش ينفع الرياض، ده الاخر ده الموضوع يعني. استاذ احمد حجاج، ده انا شرف ليا تشرفني. الدوره لسه ما قلتش اسعارها، والله لسه ما حددناش، والله ادعوا لنا لسه برتب لها كده ان شاء الله وبنسق لها وبلغكم ان شاء الله. وانتوا اكيد بتتابعوني، ما تنسوش على اسمها هيثم ان شاين او هيثم في الصين، ان شاء الله يكون عليها كل المعلومات. وتخرجوا دلوقتي كده وتعملوا شير للبث وترجعوا تاني ماشي، عشان يعني ده الجزء الثالث. ما الناس ما تلاقي ناس ما راح يعني راحت تاهت مننا. كنت عايز استورد علف حيوانات مثل الذره الصفراء والفول الصويا. والله الذره الصفراء والفول الصويا مش من هنا، من الصين يا استاذ عبد الحليم، اعتقد بيجوا من شرق اوروبا وكده يعني. الدوره لابني، حاضر حاضر يا استاذه منى، حاضر والله ان شاء الله. حتى تابعيني على صفحتي على الفيسبوك، سواء الصفحه الرسميه هيثم في الصين او الاكونت الشخصي بتاعي هيثم طلحه، وان شاء الله اقول لكم التفاصيل الايام اللي جايه ان شاء الله. وبنجهز اسم جميل قوي هيعجبكم كده ان شاء الله، يفرقع كده ان شاء الله. ماكينات الترانسفير شيت، والله ابعت لي تفاصيل بس يا استاذ محمد، ابعت لي تفاصيل. انا في انتظار استفساراتكم، تحت امركم ان شاء الله باذن الله. لو في اي حاجه تروت قبل ما امشي، عشان لو في اي استفسار ان شاء الله باذن الله. انا ما زلت في انتظار اسئلتكم. انتوا النهارده شكلي انا صعبت عليكم، بقول لكم عشان موضوع البط فمش عايزين تسالوني كتير شكلكم. حبيبي يا استاذ عاطف، حبيبي وعلى راسي يا استاذ عاطف، على راسي، يا رب تكون الامور خلصت ان شاء الله. والله يعني التخليص في مصر ده حاجه صعبه قوي وحاجه سيئه جدا، وربنا يكون في عون الناس اللي بتستورد وبتخلص في مصر. كنت عايز استورد قطع غيار سيارات فولكس فاجن وسكودا. موجوده يا باشا، موجوده يا استاذ روماني، ده احنا عندنا تخصص في قطع غيار السيارات. كلمنا تواصل معانا يا استاذ روماني على الخاص، ابعت لي على الماسنجر بعد اذنك وخلي الشباب يتواصلوا معاك ان شاء الله. رقم الواتس استاذ يحيى، حاضر ابعته لك على الخاص، حاضر كلمني على الخاص ابعته لك يعني، عشان بس الرسائل بتبقى كتير قوي. ضياء جبر، حبيبي يا ضياء، يا ريس ابعت لي على الخاص، جاي ولا مش جاي ولا ايه النظام؟ عرفني يا ريس. حبيبي يا استاذ هشام، الله يخليك، للاسف لسه، لا حول ولا قوه الا بالله. والله بس انت حد محترم قوي يا استاذ عاطف، وعلى راسي يا استاذ عاطف، وانا هخلص تاني واكلمهم تاني الصبح ان شاء الله السبت ان شاء الله باذن الله. إيه، عندي سجل تجاري وجميع الاوراق اللازمه للمكتب للاستيراد والتصدير 2000 باسم والدي، بس مش عارف ابدا ازاي. لازم تروح لمحاسب قانوني يا استاذ عبد الرحمن. ربنا يخليك يا استاذ محمد، محمد نبيل ده حبيب قلبي، انت اخويا يا محمد نبيل حبيبي. مين اللي كان استاذ عبد الحليم شعبان، شكرا ليك. الحق البطه قبطان، اه والله العظيم يا احمد الحجاج، ده مشكله لو كلوا البطه دي هعمل مصيبه. يا ريت قائمه بالبنود اللي ممنوع من استيرادها من الصين
موجودة لو دخلت على يا محمود سامي، لو دخلت على النت وكتبت قانون قرار 43 لوزير التجارة سنة 2017 هيظهر لك إن شاء الله كله، فموجود على النت إن شاء الله. والله بقى ذكر البطة من روح لسه ما شفتش، لسه هما بيسووا فيه دلوقتي يعني، خدت بالك؟ بس هنشوف إيه النظام. قطع غيار تبريد وتكييف مثل الثلاجات والمكيفات، كل قطع غيار موجودة وما فيهاش مشاكل في دخولها إن شاء الله. كل قطع غيار الماكينات أو الأجهزة الكهربائية أو قطع غيار السيارات، دايما المكن وقطع الغيار ما فيش مشاكل في دخول مصر من ناحيه الجمارك. بس عن قامت دوره في السعوديه عن كيفيه اتمام الاستيراد من الخارج من الالف الى الياء مع الاجراءات وكذلك انواع الحاويات. وشكرا. حاضر يا استاذ عبد الماجد، ان شاء الله نرتب لها، ان شاء الله انا برتب، ان شاء الله جاي لكم السعوديه قريب ان شاء الله باذن الله تاني، ان شاء الله باذن الله. الله يخليك يا استاذ عاطف يا محترم. هو عند حضرتك فكره عن اقل خط انتاج لتصنيع بامبرز الاطفال كبدايه تقريبيه؟ والله يا استاذ اسران انا ما عنديش خلفيه قوي، بس ممكن اعتقد ممكن فرنج 50,000 دولار يزيد او يقل على حسب القدره الانتاجيه بتاعته، على حسب هيعمل انهي جزء في البامبرز، هيعمله كله فروم اي تو زد ولا هيعمل جزء منه. يعني دايما ما فيش خط انتاج بكم وخلاص، لا ملوش تسعيره يا استاذنا، بيبقى ليه اي خط انتاج بنقدر نعمل له كاستمايزنج، يعني نقدر ايه، نقدر نخلي في خط انتاج. تخيل انا قلت قبل كده اكتر من مره، خط انتاج البطاطس المجمده بيبدا من 500,000 دولار اعلى خط انتاج، وممكن ينزل لحد 50,000 60,000 دولار، 50,000 دولار، شوف 10 اضعاف من 50,000 ل 500,000. بس ده بيعتمد على حسب ايه، على حسب إيه؟ انت ما هو الخط انتاج ممكن يبقى 20 مكنه، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 5 اجزاء بس، خدت بالك؟ فعلى حسب انت عايزه ايه. تاني يا قبطان، ماكينه تصنيع الكوبايات البلاستيك، والله العظيم يا استاذ نجيب 50 واحد سالني ولا واحد، مفيش حد بينفذ حاجه. انا قلت المشروع ده كويس وجاهز وعندنا بيبدا من 10,000 دولار المكنه، خط الانتاج، بس المهم حد ينفذ. وانا نصيحه، لما انا دخلت دراسه الموضوع ما يفضلش ان انا اجيب مكنه واحده بتاعه كوبايات، لا انا بجيب خطين كده، مكنتين ثلاثه، عشان يطلعوا طاقه انتاجيه كبيره عشان يعرف يكسب معاه، عشان تجيب بقى فريق تسويق تسوق ويبيع ويشتغل وتعرف تكسب معاك. لكن مكنه مش هي اللي هتجزي معاك كويس. بويات سيارات موجوده يا استاذ تامر بس محتاجين تفاصيل. رامي، اقل مبلغ للاستيراد قطع غيار سيارات يا استاذ رامي، انت محتاج مش اقل من 30,000 دولار وانت طالع، من 30 وانت طالع. على فكره حاضر، حاضر والله يا عاطف، حاضر يا عاطف والله، حاضر بكره الصبح ان شاء الله باذن الله، ربنا ما بيننا اتصال ان شاء الله. خط انتاج جرابات نظارات هارد صاج. استاذ طارق والله لو انت واخد خطوه في الموضوع اقول لكم بصراحه، ما تزعلوش مني بصراحه، خلينا اتكلم يعني انتوا عارفين اني بتكلم معاكم بصراحه. يعني انا تعبت يعني بصراحه، وبعاني شويه من الناس اللي بتطلب حاجات كتير قوي وسامحوني ما حدش بينفذ. دي اشكاليه عندنا احنا كمصريين، يعني دي اشكاليه محتاجين نراجع الموضوع ده كويس. يعني يا جماعه وقت الناس، يا جماعه انا وقتي في كتر الاستفسارات والاسعار، الناس بتزعل يقول لي ده انا بطلب منك سعر، ده انا عشان اجيب لك سعر دي يعني اجيب له فلان وفلان 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 وفلان. طب وبعدين؟ طب انا يعني هيخش لي دخل ازاي اخر الشهر لو انتم ما نفذتوش؟ دي اشكاليه كبيره، ارجو ان انتم تراعوا الموضوع ده يعني. لكن موجوده يا استاذ طارق، لو انت حضرتك ناوي التنفيذ اهلا وسهلا، حتى يبقى في اتفاق، بنتفق في ديبوزيت تحت الحساب اجيب لك احسن خط انتاج انت عايزه. بالمناسبه ادعوا لنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله نعمل لكم حاجه حلوه كويسه قوي برده ان شاء الله. تنتظروا مني دايما الخير يا رب ان شاء الله، واجعلني يا رب مصدر خير ليكم. موضوع الخطوط الانتاج والمكن في اتجاه ان شاء الله دلوقتي ان شاء الله ان انا اساعدكم ان شاء الله واوفر لكم خطوط انتاج يوزد مستعمله. ليه؟ لتخفيف المصاريف وتقليل المصاريف. الموضوع ده مجهد جدا بالنسبه لي هنا، ان انا اشوف لكم خطوط انتاج مستعمله يوزد عشان المصاريف. انا عارف الوضع في مصر مش لذيذ شويه يعني، فان شاء الله هحاول اظبط لكم حاجه زي كده، وادعوا لي بس بالتوفيق ان شاء الله باذن الله يعني، وتعملوا شير للبث ماشي. انا بقول لكم اهو دلوقتي انا ما عنديش خبره وبفضل الله معايا راس مال وعاوز اعمل شغل اكيد في مجال معين، مش محتاج معرفه كبيره. كلام غير صحيح يا استاذ ابراهيم، مفيش حاجه اسمها مجال مش محتاج معرفه كبيره. يعني في اسهل من اكسسوارات المحمول، الجراب والسكرينه والشاشه، صح؟ دي حاجات مش محتاجه خبره معرفه كبيره، لا، بس لو انت ما عندكش حد مختص وفاهم فيها كويس هيضحك عليه. فانا ارشح لك يا استاذ ابراهيم، انت معاك تموين. انا قلت قبل كده في مثلث او عماد اي مشروع تجاري، ان هو يكون فيه تمويل، يكون فيه حد معاه خبره كويس في المنتج نفسه، ويكون فيه حد معاه خبره في التسويق. الثلاثه دول مهمين يا استاذ ابراهيم، ما تستغناش عنهم.
مش بالتمويل بس تعمل مشروع ناجح، استحالة المستحيلات. الا ولو انت معاك بقى استثمار كبير، وهتجيب برضو مدير انتاج موظف، وهتجيب مدير تسويق موظف، لان دي اساسيات في اي عماد اي مشروع. دكتور محمد سالم، تحت امرك معرض الكانتون 15/4 يا دكتور ان شاء الله. بس لو حد بتكلم عن حاجات ميديكال يا دكتور، الميديكال مش في معرض الكانتون، ممكن يكون في جزء في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بس مش كبير، لان في معرض ميديكال، في معرض دينتلز للاسنان هنا في جوانزو يا دكتور في اول 4 قبل كانتون فير، وفي معرض بعد كده في شنغهاي تقريبا على ما اتذكر يا دكتور. تاني مين تاني ممكن خط انتاج مصنع شيبسي؟ ده كلام كبير قوي يا احمد يا جمال بصراحه، يعني هل انت قد الكلام ده؟ انا اتحداك لو انت قد الكلام ده يا احمد يا جمال تكلمني، تدفع ديبوزيت اجيب لك خط انتاج شيبسي محترم، بس تكون فعلا واخد خطوه للتنفيذ. هل هناك تفاصيل او برنامج محدد لموضوع الدوره الخاص حضره الاعمال يا استاذ عماد؟ ان شاء الله عما قريب ان شاء الله باذن رب العالمين، باذن الله هنشر لكم كافه التفاصيل. اكيد انتم متابعيني على صفحتي على الفيسبوك، سواء الاكونت الشخصي او الصفحه الرسميه هيثم في الصين، او قناه اليوتيوب ان شاء الله نزل عليها برضو هيثم في الصين، وتابعوني ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. بويات السيارات موجوده، قلت لك خط انتاج جرابات موجود، خط انتاج وتعبئه مياه والصوت بيقطع يا استاذ علي، حلوه دي. خط انتاج وتعبئه مياه يا استاذ، انا قلت يا جماعه الخير، بص اي خط انتاج موجود بكاب ممكن نعمل لك، نهندل لك الاسعار، نكيف لك زي ما انت عايز، بس المهم تكون انت حضرتك واخد خطوه جديه في التنفيذ، عشان قبل ما اعمل اي حاجه باخد ديبوزيت. انا تعبت والله، ان انا بعمل استثناءات لبعض الناس، تعبت جدا يعني، ناس افاضل وعارف انت يجي، وده انا جيت قعد عندك الصين والشغل وبتاع، وسامحني يعني في الاخر ما بينفذش، فدي بتعمل لي انا ضرر شنيع، عايز اقول لك بتخسرني فلوس في الاخر. فرجاء تعمل تراوح حاجه زي كده. طب والاسطمبه بتاعه مقاس الكوبايه تكلفه الواحده كام الخاصه بماكينه؟ لا اصل هي ما هو المكن خط الانتاج يا استاذ نجيب معاه اسطمبه، يعني بيبقى في اسطمبه معاه، ولو انت احتجت الاسطمبات دي بالتفاوض مع المصنع انت عايز انهي اسطمبه وانهي مقاس، فكل دي ساعه التفاوض. بس زي ما قلت تاني، نكون واخدين خطوات فعليه بالتنفيذ، ومشروع كويس والله يا استاذ نجيب، مشروع كويس، بس الناس عايزه ادرس الموضوع كويس، اعمل له دراسه جدوى خفيفه صغيره خالص، وبعدين اذا عزمت فتوكل على الله. تكلفه شراء مغاسل السيارات الاوتوماتيكيه الحديثه برضه يا استاذ محمود، يعني سامحوني والله، الناس يعني ناس بتسال كتير قوي، لكن المهم مين اللي ياخد خطوه. انا ما عنديش طبعا اسعار بكل التفاصيل، لكن موجود التكلفة الشراء دي كام انت تقدر تعرفها من على النت يا استاذ محمود، لكن عشان انا اجيبها لك بضطر اخد كوست غصب عني، سامحني يعني انا مجبر في هذا. المبلغ المعقول لاستيراد اكسسوار المحمول انا في الرياض، خد بالك يا استاذ وائل لو اكسسوار محمول للسعوديه خد بالك عشان فيها مخاطر شويه. طبعا انت عارف اكسسوار المحمول والكلام ده كله سعودوها دلوقتي، سعوده، زائد ان اسعار اكسسوار المحمول في السعوديه محروق، ما حدش عارف السبب لحد دلوقتي ايه. لكن لو مصر شغال، يعني أول مرة السوق المصري يبقى عنده حاجة كويسة وحيدة مش فيهاش منافسة جديدة وكده يعني، والسوق السعودي دايما سوق نظيف وكويس إلا في سوق اكسسوار المحمول ده، حاجة غريبة جدا. مستحمل طبعا أستاذ أحمد على راسي، طبعا كلكم على راسي، من غير ما أعرف السعر يا غالي. تاني للتواصل، تاني كنت محتاج سلك خام 410. أستاذ محمد القاضي لو حضرتك معاك تفاصيل كاملة أنا تحت أمرك، بنشتغل بناء على ديبوزيت وبيسترد مع التنفيذ. الله يخليك، الله يخليكوا جميعا، تمام والله يا ريت تعملنا قسم خاص بخطوط الإنتاج. موجود يا أستاذ أبو محمد، موجود والله العظيم، موجود والله، في مهندس جاي إن شاء الله قريب الأسبوع اللي جاي ده، عندي مهندس مخصوص جاي إن شاء الله في قسم خطوط الإنتاج والمكن إن شاء الله، وعندي حد متخصص برضه في مكتب القاهرة. يا استاذ ابو محمد الراجل الناس موجوده والحاجه موجوده، بس المهم انت تكون واخد خطوه، بس اهم حاجه يعني المهم انت تاخد خطوه لقدام على طول. تاني انا شفتك النهارده في مسجد الله، ده مين ده؟ استاذ محمود سكران يا فندم، ده شرف ليا والله، لو حضرتك كنت يعني اديتني لمحه بس كده ولا حاجه كنت انا اجي بنفسي اسلم عليك، ده شرف ليا. انا متابع جديد معاكم البطه لا 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 البطه دي ما حدش ربنا، البطه بتتسخن بتتجهز دلوقتي وبتتسوي في الفرن، ماشي شويه وهروح بياعك واسيبكوا والحق البطه عشان انا ما اكلتش من الصبح، واقع بصراحه يعني.
وبعدين دي بطه يا جماعه، بطه بطه، وبعدين بطه صيني، بطه صيني مش بطه مصري يعني. ده كده كان الاكل بيجي من مصر وبتاع، دلوقتي البطه صيني، فالموضوع كبير قوي. خط انتاج البطاطس من عند التكييس، لو انت عايز خط انتاج بطاطس كامل يا استاذ عبد الرحمن، من كامل كامل شامل خط التبريد، بنتكلم في 400,000 دولار. 400,000 دولار ممكن يعني ينزل بقى على حسب ما بنقلل وبنقلل بنقلل، لحد ممكن يوصل معاك لحد 50,000 دولار. ماشي. يا قبط الله، عايزين نستورد لمبات موفره 30 واط. اللمبات الموفره محظور استيرادها يا استاذ احمد. عندنا ايه تاني موجود؟ تمام تمام تمام. التصدير الجزئي للسعوديه محتاج قاروره عصير 300 مللي، محتاج 100,000 حبه في جنب. موجود يا استاذ حسن عطويه يعني، بس انا بس اتكلمنا على الخاص، اديني تفاصيل الاوردر. اللي يبعت لي على الخاص مشكورين يا جماعه الخير بعد اذنكم، يبعت لي تفاصيل كامله يعني، يقول لي السلام عليكم، مش يقول لي انا محتاج كذا بس، لا يقول له انا محتاج كذا بتفاصيلها، المقاس بتاعها، الموصه بتاعتها، الوزن بتاعها، ومحتاج الكميه قد ايه، ومبلغ الاستيراد قد ايه، عشان انا ادي له مشوره برضو من عندي، اقول له والله ينفع او اقول له لا ما ينفعش. يعني ايه سوق المحمول في السعوديه مش كويس؟ مش فاهم. يعني ايه كينج حموده؟ انا هقول لك، انا يعني انا كنت، انا لسه جاي من السعوديه على فكره، يعني انا جيت من مصر على السعوديه، قعدت في جده ومكه والمدينه ماشي، وبعدين جيت على وجيت السعوديه قبل كده. سوق اكسسوار المحمول في السعوديه محروق. يعني ايه محروق؟ يعني انا باور بانك مثلا، انا هنا في الصين مثلا الباور بانك ده، يعني تخيلوا باور بانك ده هنا في الصين تجيبه مثلا ب 20 30 رمبي هنا في الصين ماشي، اما اروح السعوديه الاقيه ب 10 ريال 15 ريال، يبقى ده معناه ايه؟ فسوق محروق يعني، انت فاهمني؟ فانا مش عارفين السبب ايه يعني، حتى الان مش عارفين السبب ايه. فانا بحذر الناس، شوف انا لو ببص لمصلحتي الشخصيه اقول لك تعالى واجيب لك شغل وابعته لك لحد السعوديه كمان، لكن والله الحمد لله مش ده مبدئي. انا يعني دايما بقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، انا اتربيت واتعلمت كده، المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاصه. ف دايما اكسسوار المحمول للسعوديه مش حلو، اكسسوار المحمول لمصر حلو جدا وشغال، الا إيه انت لو انت ظبطت بقى يعني، لو انت مظبط في السعوديه سوق كويس خلاص اشتغل وتوكل على الله. انتاج خط المياه والعصائر يا استاذ طارق، لازم انت تجيب انت هات اسعار من على النت وانا انفذ لك ان شاء الله لما تاخد قرار بالتنفيذ. ايه حضرتك ليه ما تردش عليا؟ عاوز خط تجهيز تين شوكي. والله اول مره اشوف السؤال يا استاذ محمد علي، ما تزعلش مني. خط تجهيز تين، خد بالكوا الاسئله لسه متاخره، فاللي كاتب سؤال دلوقتي لسه هشوف بعد 5 دقائق. عاوز خط تجهيز تين شوكي للتصدير. ما لا يعني بص يا استاذ محمد علي، يا ريت يكون عندك انت معلومات عن خط الانتاج دوت عشان تبعت لي تفاصيله كامله، عشان نتفق الاول وبعد ما يكون في ديبوزيت اشتغل لك فيه، لكن قبل كده مش عارف اشتغل فيه خالص. ايه عندنا ايه تاني؟ عندنا ايه تاني؟ الساعه إيه، انا اشوف الساعه كام. عندنا ايه تاني؟ ازاي اقدر اجي الصين واحضر الدوره؟ استاذ سعيد تابعنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين، تابعنا الفتره الجايه يا استاذ سعيد، هنزل تفاصيل كامله عن الدوره ان شاء الله باذن الله، يعني تابعوني على صفحتي بس ان شاء الله باذن الله. قدامنا 10 دقائق بكتير قوي، بكتير قوي ان شاء الله. ممكن نصدر قله للصين؟ اوبا انت بتخبط في القله بقى يا استاذ علي، علي العليمي، انت بتخبط في القله. على فكره القله دي خد بالك دلوقتي اللي بيصور معاها بفلوس ماشي، انا عشان حضرتك تيجي المكتب كده شرفني وتقعد في المكتب هستقبلك، بس تقول لي هتصور مع القله هقول لك ب 10 دولار، فانت واخد بالك الموضوع صعب جدا يعني، دي يعني دي كده دي عروسه هنا يعني. طب يا قبطان ازاي اللمبات الموفره لم تستورد؟ اللمبات الموفره محظور استيرادها يا اخي الكريم، خد بالك من حاجه زي كده، اللمبات الموفره محظور استيرادها طبقا لقانون او قرار 43 لوزير التجاره. امال بتخش ازاي؟ لازم يكون عندك رخصه مصنع وتجيب جزء من هنا وتجمع جزء من عندك في مصر. ماشي. ازاي ندخل الصين؟ بفيزا عادي جدا، بتروح اي مكتب جنب السفاره الصينيه في الزمالك وبتقدم جواز سفر وصورتين شخصيتين ويجيب لك الفيزا، الموضوع سهل خالص. مسلخ دجاج ده استاذ عزت يكون معاك تفاصيله كويس عشان تكلمني عشان نتفق عشان اجيب لك عروض اسعار كامله ان شاء الله باذن الله. ايه تاني كان في اسئله؟ أنا يعني اتفضلوا، انا في انتظار استفسارات حضراتكم، لو في اي استفسار حوالين طبعا احنا قلنا قبل كده الناس اللي لسه داخله، كنا قلنا ان عندنا حاضنه اعمال ان شاء الله بنجهزها. حاضنه الاعمال دي يعني حاجه، بنعمل دوره تدريبيه عمليه هنا في الصين، بتجيلي من بلدك تجيلي هنا، بنعمل لك برنامج رحله متكامل شامل الفيزا والطيران والسكن والاقامه
وحضور الدورة، وأيضا فيها تتعلم شوية لغة، وأيضا فيها هتلف على الأسواق والمصانع، وأيضا فيها هنلففك ونوريك الجامعات اللي بتعمل سكولار شيب وتعليم اللي هو منح تعليمية. كل ده من خلال حاضنة الأعمال اللي احنا بنجهز لها إن شاء الله بإذن الله. ادعوا لنا كده إن شاء الله بالتوفيق. عندنا إيه تاني؟ كيفية استيراد جوالات أسوس موجودة، يعني مفيش مشكلة فيها، تجيلنا إن شاء الله، بس تكون عامل حسابك لمبلغ كويس للاستيراد، 15-20 ألف دولار على الأقل. أي فكرة عن ماكينة تصنيع منتج الكتان؟ أكذب عليك لو قلت لك عندي رحم الله امرئ قال لا أعلم، أو لا أفتي فيما لا أعلم. لكن يا أستاذ هادي، أنت حضرتك بتديني المواصفات كاملة وأنا وبنتفق، وبناء عليه بجيب لك عروض الأسعار للحاجة اللي أنت عايزها بالظبط، وأفضل عروض أسعار إن شاء الله، بس حضرتك تكون واخد قرار بالتنفيذ، ده أهم حاجة. طب خط انتاج تعبئه بقوليات ده سهل، بيبدا من 15-20 ألف دولار يا استاذ عمرو علام، وده موضوع التعبئه ده شغال كويس، يعني خطوط انتاج التعبئه ده شغال كويس، يعني مفيش مشكله فيه، يعني مفيش شروط للفيزا. احنا كمصريين من افضل الناس اللي بنطلع فيزا للصين ما شاء الله، الحمد لله، يعني قولوا الحمد لله، دي نعمه. اللمبات الموفره للصين وليست لمصر، للسعوديه قصدي. والله يا استاذ احمد مفيش مشكله، اللمبات الموفره لمبات استيرادها ممتاز، بس انا بحسب الكلام على مصر. السعودية مفيش مشكلة فيها، نحتاج بس شهادة ساسو، مفيش مشكلة فيها إن شاء الله، بس محتاج حضرتك تكون واخد خطوات جدية في التنفيذ. بنتفق الأول، بيكون في ديبوزيت تحت حساب صغير خالص، بنشتغل مع حضرتك إن شاء الله، نجيب لك العينات والأسعار اللي أنت عايزها، ونحضر التحميل ونتابع الإنتاج والمستندات وكل حاجة إن شاء الله بإذن الله. أستاذ طلحة، أيوة يا فندم، أنا كنت كلمتك بخصوص موضوع كاوتش النقل، عاوز أتأكد الخبر موثوق من وزارة التجارة، هل تم الإلغاء؟ والله يا حبيبنا انا ما شفتش، انا بص دايما في الحاجه دي، يا ريت لو معانا مستخلص جمركي يقول لنا الموضوع ده. فعلا انا سمعت ان في قرار ان هم رفعوا حظر الاغراق عن الكاوتش السيارات، لكن حضرتك ما ينفعش تاخد المعلومه مني حتى من على الاونلاين كده، محتاج تشوف مستخلص جمركي، هو الافيد واحد يفيدك في الموضوع ده ان شاء الله. لمبات الموفره مطلوب ليها تسجيل المصنع المورد قرار 43، ما انا مظبوط يا دكتور محمد، لو لمصر او للسعوديه ما فيهاش مشاكل، اهم شيء هو خطوط انتاج وتعبئه مياه شرب زائد قطع غيار فلاتر، موجود على فكره يا استاذ علي، تحت امرك، بس يكون واخد قرار بالتنفيذ ان شاء الله عشان هدفعك ديبوزيت الاول. ازاي استورد ماكينه محاره والاسعار؟ انا ما اعرفش ماكينه المحاره دي حاجه صغيره، لو حاجه صغيره بصوا يا جماعه الخير، لو استورد حاجه بمبلغ صغير ما تستوردهاش. دي المعلومه المهمه جدا اللي عايز اقولها لكم. ماشي، تاني هقولها تاني اهو، وانقلوها عني لغيري. لو حضرتك هتستورد اي حاجه من الصين باقل من 10000 دولار نصيحه ما تستوردش. ماشي، ما ينفعش تقول لي انا عايز اجيب مكنه محاره، انا عارف مكنه، انا شفت ليها فيديو مكنه محاره تطلع كده صح على الحيطه، فدي حاجه هتلاقيها ب 2000 دولار ولا بتاع كبرها، فعشان تجيبها دي خد بالك هتدفع عليها فلوس كتير قوي، هتدفع عليها فلوس شحن وجمارك وتخليص ومستندات وتوثيقات، فهتلاقي اسعارها اتضاعفت يا استاذ شعبان. لكن يا جماعه اللي عايز يجيب حاجه من خارج مصر بتبقى تجاري، حاجه كوميرشال تجاري لاجل البيع او لاجل التصنيع، او مين اللي بيفكرني بالبطه ده؟ في واحد بيقول البطه يا هيثم اللي بيذكرني بالبطه، يعني صور صح فعلا. الساعه كام؟ لسه فاضل 5 دقايق، ما تقلقش انا مأكد عليهم، ما حدش ياكل الا ما اتفقنا معاهم 8:30 ان شاء الله، فما مش عن البطه دي لو كلوها ده انا هيبقى فيها هتلاقوا خناق في البيت. والله لو عارف، لو الظروف تسمح كنت عملت لكم بث مباشر من البيت وانا باكل ذكر البط بقى، ذكر بط بقى، يعني ده ذكر بط صيني. فناوي اجي اقعد شهر او اكتر في جوانزو، كنت عايز اعرف سعر الفنادق كام، وهل في هوستل هناك او حاجات رخيصه؟ يا استاذ محمد رجب عايز اعرف انت جاي تعمل ايه؟ سؤال مهم جدا انت تجاوبني عليه، انت جاي تعمل ايه؟ والغرض ايه ان انت تقعد شهر عشان اقول لك تيجي ولا ما تجيش اصلا؟ ماشي، طبعا ما تجيش في اوقات المعارض من 15/4 ل 5/5، ما تجيش في الفتره دي خالص. لكن عاده انا ما اعرفش الهوستلز والحاجات دي بصراحه، ما شفتهاش، لكن اقل فندق هنا بيتكلم في 25 دولار في الليله، 25 دولار دي اللي في نادي يدوب اللي هي نجمتين يعني. بدل الاسئله كتيره بدون تنفيذ، ليه حضرتك كل اسبوع تعرض مشروع صناعي او تجاري بتفاصيله باسعار فعليه ويمكن دماغ المشروع يعجب؟ والله فكره يا استاذ ابراهيم انا اشكرك عليها، يعني انا فكره وانا هسجلها، فكرة حلوة جدا، كلام جميل جدا، ويؤخذ في الاعتبار يا استاذ ابراهيم.
وجميل قوي ان انتوا تفكروا معايا وتقولوا لي افكار كويسه والافكار تؤخذ منكم. انتم ما شاء الله اهل الشرف يعني، ربنا يحفظكم. احييك يا استاذ ابراهيم على الفكره الجميله دي، ان شاء الله هسعى في تنفيذها ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. شكرا ليك. انا عشان استورد اكسار محمول محتاج مبلغ قد ايه؟ يعني حوالي 15-20 ألف دولار، ده وجهه نظري، مش اقل من كده. اقل من كده بتاخد اسعار عاليه ومش بتعرف تكسب. ربنا يخليك يا دكتور محمد حبيبي، دكتور على راسي، دكتور محمد سالم. عندي خبره في التسويق وعايز استورد جمبري واستاكوزا من الصين، هل الاسماك، هل السلع مسموح استيرادها؟ مسموح استيرادها يا استاذ، بس في حاجه غريبه يا استاذ احمد، خد بالك. عشان يعني انا كان لسه في واحد مصري بيكلمني ان هو عايز يصدر استاكوزا من مصر للصين، دلوقتي انت عايز تستورد استاكوزا من الصين لمصر، فراجع الموضوع شويه. يعني يا ريت انت تكون بس شغال في الموضوع كويس، فاهم فيه كويس، الموضوع ده حساس، تتكلم في حاجات اكل يعني. خط بسق اللي هو الاكستروشن طبعا لاين فور شوت جان شيلز، خط بسق انابيب بلاستيك لانتاج وتصنيع مواسير الخرطوش، موجود يا استاذ سعد حكيم، مفيش مشكله، بس محتاجين يكون في، انا اجيب لك اي خط انتاج انت محتاجه اجيبه لك ان شاء الله، مفيش مشكله ان شاء الله، لكن هحتاج تفاصيل منك ويكون في يعني اتفاق، نتفق قبل ما اشتغل بس اهم حاجه، لكن اقدر انفذه لك يا استاذ سعد ان شاء الله باذن الله. استيراد ورق الطباعه لمصر، ما هو ايه المقصود ورق الطباعه؟ لان في ورق كتير، في موجود ورق من الصين موجود جدا يعني موجود. خط تعبئه العصائر، ما عنديش اي تسعير تقريبي يا استاذ طارق، خش على موقع alibaba.com واعرف ايه بعت، هيدوك اسعار تقريبيه وساعتها انا انفذ لك ان شاء الله باذن الله رب العالمين، مفيش مشكله ان شاء الله. نسبه الربح تكون كام في الميه؟ لا في ايه يا استاذ علي، ما انا مش فاكر يا جماعه، انا مش هفتكر السؤال، لو طلع كده مش هفتكره تاني، فاللي هيسالني على حاجه يقول لي برضه تفكرني بالجزء الاولاني، عشان انا مش هفتكر الجزء الاولاني عشان الاسئله كتير جدا. عاوز خط انتاج الاكياس اللي هو التعبئه، موجود يا استاذ كامل، ما احنا قلنا من بيبدا من 15000 وانت طالع على حسب الطاقه الانتاجيه والمقاسات والكلام ده كله. عايز استورد خط انتاج شنط البلاستيك وارسلت لحضرتك ما ردتش، ابعت لي على استاذ اسلام. طب ابعت لي تاني يا استاذ اسلام، وابعت لي رقم موبايلك واكتب لي بس كده خط انتاج البلاستيك، وان شاء الله بكره السبت ان شاء الله المكتب عندي يتصل بحضرتك ان شاء الله، ده اكيد ان شاء الله. عايز شغل من جوانزو يا استاذ عادل، تحت امرك، ابعت لي على الخاص وقول لي انت محتاج ايه وانا تحت امرك ان شاء الله، اشرف فيك ان شاء الله باذن الله. التكلفه التقريبيه لحضره الاعمال، والله يا استاذ مستعجلش يا استاذ احمد، اصبر بس، والله انا ما عنديش اي فكره لسه، ما حسبناش والله، احنا لسه بنعمل له بلان، بنظبط الجدول بتاعه والبلان بتاعته والتصور بتاعه، فادعي ان شاء الله باذن الله كده نبلغكم ان شاء الله، بلغكم اكيد. تابعني على صفحتي على الفيسبوك هيثم طلحه، او الصفحه الرسميه هيثم ان شاينا، او قناه اليوتيوب هيثم ان شاينا او هيثم في الصين، ان شاء الله باذن الله تيجونا عندك تفاصيل. استاذ رامي شبل، امتى يكون توقيت كويس للزياره للمنتجات الصوفيه وخامات الاكريليك؟ والله ملهاش علاقه، عايز تيجي المعرض يبقى في المرحله الاولى، الاكريليك كله والحاجات دي، عايز المنتجات الصوفيه الملابس كلها والاقمشه في المرحله الثالثه اللي هي من يوم 1/5 ان شاء الله، او عايز تيجي بعد المعرض يا استاذ رامي، قبل المعرض مفيش مشكله ان شاء الله، ده شغال وده شغال ان شاء الله. استاذ مين تاني، استاذ خالد بيسال بيقول استيراد دلايات النجف. استاذ محمود الحبيبي، بس راجع مستخلص جمركي عشان نشوف الدلايات دي محظور استيرادها ولا لا، لان اي حاجات كهرباء ده جزء كبير منها داخل حظر استيراد. البطه، ما انت بتذكرني يا احمد علي حبيبي. اكسسوار ملابس قصص زراير اباليك، موجود يا استاذ عادل دبي، في عندنا سوق في جوانزو هنا، سوق كبير خاص بالاكسسوارات الملابس اللي هي السوست والزراير والحاجات دي كلها، موجود ان شاء الله باذن الله. طبعا برحب بالبشمهندس عرفات، يا رب يكون موجود دلوقتي، بشمهندس عرفات الحرحشه الرئيس العام لمنتدى رجال الاعمال العرب الذي اشرف بعضويته، ده العضويه بتاعته، عضويه منتدى رجال الاعمال العرب هنا في الصين، وبتشرف بعضويته، وكان لسه عندنا اجتماع النهارده لاحد لجان المنتدى يعني. نفسي ابدا في الاستيراد من الصين بس مش عارف ابدا منين، نصيحتك يا قبطان. الاول تحدد يا دكتور محمد، تحدد ايه الحاجه اللي انت هتشتغل فيها، تكون انت حاجه فاهم فيها كويس وعارف سوقها وهتتباع فين وهتتباع ازاي وبكام، ماشي، وبعد كده قول لي انا عايز اجيب كذا وانا اقول لك ظروفها ايه، تجيبها وما تجيبهاش، تعمل ايه، الكلام ده كله ان شاء الله نصيحه لله يعني، مش بدون مقابل ان شاء الله. هيثم حبيبي، رايك في استيراد الادوات الكهربائيه بقصد مفاتيح الكهرباء وباقي اكسسوارات وسبطات يا استاذ جاسر؟ محتاج تقعد مع مستخلص جمركي الاول، مستخلص الجمركي هيقول لك تجيب ايه وما تجيبش ايه. نسبه المكسب كام في الاستيراد بصفه عامه؟ استاذ علي، والله بتتراوح على حسب نوع المنتج وعلى حسب المنافسه وعلى حسب السوق وعلى حسب السعر، لكن عاده المفترض يعني المفترض تتراوح من 20 ل 30%، من 20 ل 30% يا استاذ علي ابو فارس.
بتختلف طبعا حسب بقى نوع البضاعه والاسعار اللي انت جبتها والمنافسه والكلام ده. اجهزه التعدين ما بشتغلش فيها يا استاذ مصطفى، الموضوع ده فيه مخاطر كبيره جدا وانا مش من النوع اللي بحب اخاطر بصراحه. الخامات الدوائيه للتصنيع موجوده طبعا، خامات دوائيه يا استاذ عصام، بس محتاج اعرف تفاصيل ايه اللي انت محتاجه بالظبط والكميه. وطبعا اي خامه دوائيه هتكون ليها الام اس دي اس اللي هي الماتيريال سيفتي داتا شيت بتاعتها. اكسسوار محمول حضرتك ناوي اقعد عشان اظبط شويه مع المصانع. مش عارف يعني ايه قصدك. انت عايز تقعد عشان تظبط شويه. لا يا استاذ محمد رجب، بقى استاذ محمد رجب، اكسسوار المحمول ما بيجيش من المصانع، انت بتزورش مصانع، انت بتروح المول بتاع نام فانتاشر مولات وبتلف فيها وتجمع من الشغل، مش محتاج اكتر من اسبوع 10 ايام. فانت تيجي شهر وتصرف فلوس، انت معاك فلوس كتير عايز تطيرها يعني ولا ايه؟ مش فاهم. فهمني يعني، فهمني 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 ها فهمني. لا يا استاذ محمد رجب ما انصحكش يعني، انت كبيرك اسبوع، اللي بيجي هنا بياخد اكسسوار محمول كبيره اسبوع وبيمشي يعني. اللي انت بتروح تلف في المول، المول ده عباره عن شورومز بتاعت مصانع، هتروح تلف في المصانع تعمل ايه يعني؟ مش هي دي. عشان كده مهم تسال، مش معنى ان انت تيجي مصانع والكلام ده ابدا يعني. انت بتروح المول بتاع نيو ايشيا دوت، ده فيه اكتر من 2000 شوروم، ل 2000 كتير جدا، ل 2000 مصنع كلهم في مكان واحد. ولا انت عايز تتغاوي تعب بقى؟ ده حاجه تانية يا محمد رجب يعني. ماشي. في ماكينه عايز اشتريها من الصين، يا ريت تفيدني يا استاذ هيثم. استاذ خالد زكي، والله ابعت لي على الخاص قول لي نوع الماكينه ايه، بتفاصيلها وحجمها وسعرها التقريبي، وانا اقول لك اقدر اعملها لك ولا ان شاء الله. ابو احمد طولان موجود يا راجل، والله موجود اهو، بيقول لي فينك يا راجل، موجود حبيبي يا ابو طولان. سالتك عشان استورد اكسسوار محمول محتاج كام؟ ما قلت لك يا استاذ اسلام، من وجهه نظري انا من 15 ل 20000 دولار، من 15 ل 20000 دولار التكلفه التقريبيه لحضرتك الاعمال. لسه اخلص حاضنه الاعمال، احنا بنقول الناس لسه داخله دلوقتي، احنا بنجهز لحاجه اسمها حاضنه اعمال. حاضنه الاعمال دي عباره عن حاجه بتحتويك كده، ان انت تيجي تاخد دوره تدريبيه عمليه هنا في الصين، ازاي اشتري من الصين وازاي ابيع وازاي اصدر وازاي اتاجر واتعلم وتتعلم جزء من اللغه، وازاي تتفسح وازاي تروح الاسواق وتزور المصانع وتتفاوض، وازاي نوردوك جوله على الجامعات عشان تعرف الجامعات اللي بتقدم سكولر شيب او منح دراسيه. كل ده ان شاء الله يكون في حاضنه الاعمال اللي بنظبطها، لسه بنجهز لها دلوقتي ان شاء الله، قريبا نبلغكم عن تفاصيلها ان شاء الله. ما عنديش اي تفاصيل ليها دلوقتي ان شاء الله. لو استوردت قطع غير الموبايلات واكسسوارات شغاله يا ابو احمد، شغال كويس جدا، اكسسوار المحمول شغال كويس جدا جدا ان شاء الله. حلوه فكره الاستاذ ابراهيم، وخصوصا المشاغل البسيطه اللي على قد الايد الايدي ويمشي في البلد، فكره ممتازه. حاضر يا استاذ محمد عبد الصادق، انا اشكر طبعا استاذ ابراهيم، ويا ريت لو في اي حاجه انصحوني، انا من النوع اللي بقبل النصيحه جدا وبصدر رحب لا وبحب النصيحه يعني. لا خاب من استشار يعني، ده ما فيش كلام. عاوز استورد نظارات طبيه، هل متاح النظارات؟ في عندنا سوق هنا او مول اسمه مول النظارات، تيجي فيها يا استاذ ابراهيم المرسي وتاخد كل النظارات اللي انت عايزها، بس طبعا تبعد عن الكوبي والحاجات دي. حبيبي يا استاذ محمد ابو مجدي، خط تعبئه العصائر والله ما عنديش يا استاذ طارق، والله ما عنديش، ما قابلنيش قبل كده. لو قابلني انا كنت، لو عندي خلفيه، اللي انا عندي خلفيه عنه بقوله، انا ما اخبيش اسعار الحاجه، اللي عندي سعرها بقول سعرها على طول على الهوا، اللي مش عندي يبقى اضطر لسه هشتغل فيها، عشان اشتغل فيها يبقى لازم تدفع لي ديبوزيت. استيراد مغاسل واحواض ديكور موجود يا استاذ محمد ابو زيد، بس لازم تراجع مع مستخلص جمركي عشان في حاجات، في الحاجات دي محظور استيرادها، خد بالك، حاجات معموله من الزهر كلها دي محظور استيرادها في مصر. ابدا من ايه فرصه الاستيراد؟ ما انا قلت لك يا دكتور تبدا منين، تحدد المنتج اللي انت الاول هتشتغل فيه، تكون فاهم فيه وهتبيعه وتعرف هتبيعه فين وهتبيعه بكام وتكسب فيه ازاي. فرص الاستيراد معايا انا اظبطها لك ان شاء الله باذن الله. خط انتاج الميه، والله في حاجات بتبدا من 20000 دولار وانت طالع يا استاذ علي، بس لازم تفاصيل، ما ينفعش اقول خط انتاج ميه، دي موضوع كبير يعني. لكن قطع غير فلاتر موجوده، كل حاجات اكسسوارات الفلاتر موجوده ان شاء الله. بالمناسبه احنا عندنا اصبح نوع عندنا من التخصص دلوقتي، دي معلومه مهمه قوي ركزوا فيها، عندنا نوع من التخصص دلوقتي بفضل الله مكتبي عمل قسم جديد تخصص فيه، الا وهو اكسسوارات النجاره واكسسوارات الالمونتال، اكسسوارات النجاره واكسسوارات الالمونتال وحاجات الهاردوير، الصواميل والمسامير والحاجات دي، بفضل الله بنعمل فيها تخصص فيها قوي جدا دلوقتي ان شاء الله. اللي عايز حاجه منها يكلمنا ان شاء الله، نديله اسعار بيع على طول لحد بينا السخنه على طول ان شاء الله. كروت الميموري كارد انا لا انصح خالص يا استاذ الشموع السوداء، خليها بيضاء الله يخليك، بلاش سوداء، لكن انا لا انصح باستيراد الكروت الميموري لان كلها فيها نصب كبير قوي، فتاخد حذرك في حاجه زي كده اللهم بلغت. خطوات استخراج الفيزا التجاريه للسوريين من السعوديه لو سمحت،
والله يا استاذ محمد وهيبه ربنا يكون في عونكم ويفرج عنكم يا رب كده ويفك الكرب عن سوريا واهلنا في سوريا. موضوع الفيزا للسوريين طبعا والاقامه موضوع اصعب صعب جدا اصبح صعب جدا يعني، ربنا يكون في عونكم. ما اعرفش والله، لا السوريين مش عارف بقى الفيزا ممنوعه دلوقتي ولا لازم دعوه حكوميه وبتتكلف بتكاليف كبيره قوي. ممكن ترسل علينا من ماده كيماويه واذا ظبطت معانا نطلب كميات. ممكن طبعا استاذ عبد المجيد، ممكن طبعا جدا. كلمني على الخاص وابعت لي تليفونك وقول لي التفاصيل ونرد عليك بكره السبت ان شاء الله باذن الله. اعرف اسعار من علي بابا ازاي كاتبين اس 6 او اكس؟ مش فاهم يعني ايه يا استاذ حسن. حسن اشرح لي كاتبين 6 اس دي يعني ايه. ممكن استورد منتج معين من غير ما يكون عندي شركه مطلوب 1000 قطعه؟ لا، 1000 قطعه دي ما تجيبهاش، اشتريها من السوق المحلي احسن. انا قلت اقل مبلغ للاستيراد من رؤيتي انا مش اقل من 20 30 الف دولار وانت طالع، اقل من كده ما استوردش. استيراد ملابس محظوره. ايوه استيراد الملابس محظور للاسف. استاذ هيثم اشوف 500 دولار كتير عشان تجمع لي عشان تجمع لي معلومات واسعار عن اي منتج. طيب تعالوا نقف وقفه هنا مهمه جدا بقى، وركزوا معايا في الحته دي عشان الاستاذ محمد عبد المطلب فتح النار وانا برد عليك يعني بهدوء خالص وهمسك اعصابي خالص يا استاذ محمد عبد المطلب. استاذ محمد عبد المطلب بيقول، ركزوا معايا في الحته دي كويس قوي، بيقول يا استاذ هيثم 500 دولار كتير عشان تجمع لي معلومات واسعار عن اي منتج. طيب تعالى كده ناخد مثال بقى يا استاذ محمد عبد المطلب. وسعوا لي بقى كده، وسعوا لي كده. ايوه وسع يمين وسع شمال. ايوه استاذ محمد عبد المطلب تعالى لي بقى، انت موجود؟ استاذ محمد عبد المطلب وغير الاستاذ محمد عبد المطلب اللي بيزعل لما بقول له انا عايز ديبوزيت عشان ادور لك على منتج معين. استاذ محمد انا هضرب لك مثل صغير. قبل كده واحد طلب مني خط انتاج البطاطس المجمده الفرنش فرايز، ماشي؟ خط انتاج البطاطس ده يا استاذ محمد عشان انا ابدا ادور على سعر واجيب سعر ليه لازم اعرف منك الطاقه الانتاجيه قد ايه والمكان اللي موجود عندك مساحته قد ايه وعايز انهي جزء، عايز خط التجميد ولا مش عايز خط التجميد، عايز تبريد ولا مش تبريد، عايز البطاطس من اول ما تخش وهي بطنها ولا بعد ما تتقطع، عايز البطاطس لما تخرج هتخرج مجمده ومتعبيه في كيس ولا بس تخرج كده ولسه تجمدها في اي حاجه ثلاجه ولا حاجه. وبعد باخد من حضرتك التفاصيل دي كلها بخش بقى على المصانع وابتدي ابعت لكل المصانع اللي بتاع عندها القدره وبتصنع خط الانتاج ويكون مصنع بيصنعه مش شركه بتقول انها بتصنعه وهي بتصنعوش وبتجيبه من شركه تانية عشان بعد كده ما يطلعش طلب السعر ده فيك ومضروب. وبعد كده لما يترد لي عروض الاسعار جالي مثلا لازم على الاقل اعرض لك خمس ست عروض، عشان اعرض لك خمس سعر ست عروض بكون انا استقبلت 20 عرض على الاقل. كل عرض فيهم يا استاذ محمد عبد المطلب 25 صفحه، المفروض مني والموظفين اللي عندي ان احنا نفلتر ال 20 عرض سعر اللي هو كل عرض 20 صفحه جاي بالانجليزي او بالصيني عشان بعد كده الاقي منهم الخمس ست عروض المناسبين اللي انا شايفهم كويسين والمصانع بتاعتهم مصانع كويسه عشان ابعت لحضرتك عروض الاسعار عشان تناقشني فيها تاني عشان في الاخر تستقر على انهي واحد عشان في الاخر ممكن تقول لي والله يا استاذ هيثم انا شايف الموضوع مش مناسبني. طب ال 15 20 يوم اللي انا اشتغلت فيهم عشان اجيب لحضرتك الخمس ست عروض اللي كل عرض 20 صفحه كل صفحه بالصيني وبالانجليزي عشان انا اقراه واترجمه واشرحه لحضرتك، هل ده ما يستاهلش يا جماعه الخير 500 دولار جديه عربون يسترد للاستاذ محمد عبد المطلب بعد ما ينفذ مع التنفيذ يسترد ليه الديبوزيت؟ اللي شايف ان الموضوع اللي انا قلته ده كله ما يستحقش ال 500 دولار يكتب لي يقول لي ايوه ما يستحقش، انت ما تستحقش ال 500 دولار الديبوزيت العربون اللي هو يسترد مع تنفيذ الاوردر. لو سمحتم حضراتكم بعد اذنكم لو بتحبوني فعلا ردوا على الاستاذ محمد عبد المطلب بعد اذنكم. اخر حاجه هقولها يا استاذ محمد عبد المطلب، تخيل كده حضرتك لو في 50 واحد زي حضرتك طلبوا برضو عرض السعر ده من غير فلوس زي ما حضرتك بتقول، فانا اشتغلت الشهر كله على ال 50 عرض سعر وال 50 واحد في الاخر لقدر ربنا عز وجل ما نفذوش، قول لي بقى انا هدفع مرتبات موظفيني ازاي وايجارات واقامات وسكن وضرايب وتامينات وسفر، قول لي حضرتك هدفعهم ازاي؟ اقسم بالله لو انا قلت لك مصاريف مكتبي اللي انا قاعد فيه ده مصاريفه كام دولار في الشهر اقسم بالله لا هصعب عليك، لكن ربنا ما يحوجنا الحمد لله رب العالمين مش مضطرين نقول حاجه.
فلو سمحتوا ردوا على الاستاذ محمد عبد المطلب، انا هخلي الناس هتقرا تعليقات وردود الناس لعل وعسى يكون الناس في صفك ويقولوا لي فعلا ان انا غلطان. انا اسف ان انا طولت في الحته دي، لكن الحته دي بصراحه اللي بيستثيرها عندي لحد ما كده شويه، لان انا فعلا حقيقه انا عايز اقول لكم ان يعني في اشهر جت عليا بخساره بسبب ان انا كنت يعني بصدق العميل وان انا اشتغل. انتوا عارفين ان في عملاء، اقول لكم ان في عميل بيقول لي بقى مش دور لي طلب سعر، لا بيقول لي ده انا جاي لك يا استاذ هيثم، انا جاي لك انا جاي، وقطع التذكره ويقول لي بص التذكره هيقول فيزا هي انا جاي لك، اقول له اتفضل وادور له واجهز له المنتجات. وبعد ما يجي انا اسف يقابل واحد في الطياره جنبيه على الكرسي ولا حاجه، مش عايز اتكلم في تفاصيل يعني، جنبيه على الكرسي ولا حاجه يقول له لا انت رايح مكتب ليه يا عم؟ يا عم ده انت بص ممكن تروح من ايه والنت وهوبا خلص واعمل. ويعني ويجي المكتب ويقول لي طب فين ها ممكن ننزل زياره. انتوا عارفين يعني اقول 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 في حاجات انا معبي انا معبي، اقول ان في عميل جالي خدته من المطار ووديته سكنته في فندق، وبعد 5 ايام شغل مشي من غير ما ينفذ الاوردر، وما دفعش، كنت دافع له ليله فندق ما دفعش ليله فندق. انا اسف يعني ثمنها حقير تافه، اقسم بالله عندي عاملين جم ومشيوا ما دفعوش ليله الفندق، وعندي عميل جزائري ربنا يسامحه، بعد اقول له ربنا يسامحك والفلوس اللي عندك دي مش هتسامح فيها، جالي وكان في المعرض ولايس مش عارف يتكلم مع المصانع، مش عارف يتكلم انجليزي ولا صيني، ومش عارف يتكلم ولا عارف يعمل حاجه، خدته وقعدت معاه يومين في المعرض، وبعدين المعرض يعني فيه قال لي المصنع ده عايزين نروح نزوره، رحت معاه دون جوان، انا ما كانش معايا يوان صيني، قطعت له تذاكر القطر ورحنا وجينا، مش حتى على الاقل اقسم بالله مشي من غير ما يدفع ثمن تذاكر القطر، تذكرته حتى هو مش تذكرتي انا، الحمد لله مش عايز حاجه من حد، بس اقسم بالله ما دفع ثمن تذكره القطر بتاعه، اقسم بالله 2 مصريين عملاء مصريين جم قعدوا في الفندق، اقسم بالله مشيوا من غير ما يدفعوا ليله الفندق اللي انا دفعتها لهم، وناس جبتها من المطار بتاكسي ب 150 يوان اقسم بالله ما كلف نفسه، ما عملش شغل، ما كلف نفسه انه يدفع ثمن التاكسي اللي هو جابه هو بتاعه من المطار، سيبك من اجره الولد اللي انا الاسيستنت او الموظف اللي راح قعد الصاله بيوم كامل، وفي ناس بالديبوزيت، بعد تخيل ان في واحد بعد ما كان دافع ديبوزيت وما عملش شغل يقول لي انا عايز الديبوزيت انتوا عملتوا ايه؟ يا الله يا الله يا راجل يا راجل، الموظف اللي استناك في المطار يوم كامل، الموظف ده يوميته اقسم واقفه بكام؟ ب 100 يوان يبقى ادي 1000، لا 200 يوان اقسم بالله، الموظف اللي بيروح يستاذن حضرتك في المطار ويرجع ده يوم، ده واقف عليا انا ب 250 يوان يوميته، هو يوميه الولد مرتبه 250 يوان صيني يعني تقريبا حوالي 50 دولار يوميته الولد يعني، والله مش موضوع بطه بصراحه، سيبك بقى من بطه ولا مش بطه، لكن والله انا مش بقول قصه حياتي، انا اسف والله مش اسف والله، بس انا يعني برد بس على الاستاذ محمد عبد المطلب اللي زعلان بيقول انت يعني ليه عشان تجيب لي عرض سعر او تفاصيل او سعر منتج ليه عايز ديبوزيت. انا اسف ان انا طولت، وانا اسف لو دي حاجه يعني شخصيه، انا اسف جدا والله، لكن يعني انتوا اصدقائي انا بفضفض معاكم، انا ببقى قاعد براحتي باخد راحتي معاكم، انتوا اصدقائي واحبابي وانتوا عودتوني ان انا يعني بتكلم يعني بفضفض معاكم باخد راحتي معاكم يعني، فسامحوني. نرجع تاني، ارجو تكونوا رضيتوا على الاستاذ محمد عبد المطلب. نرجع تاني للاسئله بسرعه، الكاميرات المراقبه موجوده، بس كلمني على الخاص لو انت ان شاء الله جدي في التنفيذ، ولاعات ما بشتغلش في الولاعات السجاير خالص. لمكسب شغل الاستوكات، الاستوكات كويسه يا استاذ مصطفى، بس عايزه تيجي كده تكون انت محدد ايه، هناخدك على اماكن فيها استوكات وتاخد الشغل ان شاء الله وتوكل على الله ان شاء الله. تتكلمني تحت امرك، حضرتك انا عايز استورد شغل من جوانز واشحن على الطياره اكسسوار ملابس، ده لازم بالتفصيل يعني اعرف تفاصيل ايه بالظبط. الكانتون يوم 15/4 اللي جاي ان شاء الله، منهم في المول من الوشات على طول، لكن كنت فاهم ان رحت المصانع هاخد ارخص، ده كل قصدي. لا لا لا، هي يا محمد يا رجب، عاوز ولاعات للمدخنين، ما بشغلش في ولاعات يا استاذ منير والله، انا كنت بدرس في شنغهاي بالصين ولفيت كتير هناك. هيثم انت شرف للمصريين والله حبيبي يا استاذ جاسر، على راسي كلامك دوت. هتجيب لي بطه؟ انا عايز ماشي، هات لي بطه انت حبيبي، كلمني على الخاص يا استاذ جاسر بعد اذنك لو سمحت، مشكورا، كلمني على الخاص.
ولعات ما بشتغلش فيها والله، ما بشتغلش في الولعات يا جماعه. ورق التصوير اه، طب ورق ما فيش ورق تصوير دبل ايه من الصين ولا من غير الصين؟ الناس اللي عملت انا الحمد لله بالمناسبه حاجه مهمه جدا، ربنا كرمنا دلوقتي وجبنا مصدر لورق التصوير من تايلاند. الناس كانت عماله تسالني على ورق التصوير، في ورق تصوير من تايلاند موجود، وانا منزلت اعلان على صفحتي على الفيس عندنا ورق تصوير دبل ايه. انا عندي عينه هنا من الورق اهي اوريها لكم لحظه واحده. دي عينه جاتني، دي عينه ورق جات اهيت، جات من تايلاند. ده ورق تصوير ورق اي 4 جا من تايلاند. ده ورق تصوير من تايلاند من اي 4 اي 4 ورق تصوير مش دبل اي طبعا. ده اسمه ماركه احنا جبناها من على محفيه ان انا بقالي سنه بجري ان انا الاقي مصدر امن في تايلاند لورق التصوير. ده باختصار اهوت السعر بتاع ورق التصوير الدبل اي، مفيش دبل اي طبعا، دي ماركه اسمها سي اس جرين. سي اس جرين الرزمه 500 ورقه، الكرتونه 5 رزم، الحاويه 1500 رزمه، الرزمه بدولار 95 سنت، دولار 95 سنت وصال لحد اي مينا عربي، لحد المينا لا يشمل لا يشمل الجمرك. الناس اللي كانت بتسال على ورق التصوير اعملوا شير للبوست بعد اذنكم، اخرجوا واعملوا شير للبوست عشان يوصل للناس كلها اللي كانت عماله تسال على ورق التصوير. دي عينه جايلي من تايلاند اهي لورق التصوير الاي 4 ال 80 جرام وال 70 جرام. 80 جرام بدولار 95 سنت، ال 70 جرام بدولار و90 سنت، سي اند اف وصال لاي مينا عربي. تحت امركم ان شاء الله باذن الله موجود، وتحت امركم ان شاء الله باذن الله. في عينات هتوصل مكتبي في مصر كمان اسبوع ان شاء الله باذن الله. ينفع ابدا مبلغ تصدير بمبلغ 5000 دولار؟ لا، انت التصدير مش محتاج الكلام ده، التصدير انت يكون عندك البضاعه وقبل المورد هو العميل بيبعت لك الفلوس. حبيبي يا استاذ ابراهيم طبعا هسجلها طبعا ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للجيل الصناعي للسعوديه، ما كلمني يا استاذ سيد بيك على الخاص بعد اذنك ويكون في جديه في التنفيذ واشتغل لك ان شاء الله باذن الله. ايه تاني عندنا؟ تستحق 100 مش 500، 1000 مش 500. ربنا يخليك يا استاذ سموح، اه كده هتزعل منك ربنا يخليك والله. والله انا يعني مش عايز اقول يعني ده مبلغ بخصوصا. بالمناسبه بس انا نسيت اقول لكم بس والله كمان 500 دولار دي، ال 500 دولار دي كام يوان؟ 3000 يعني زي كان 3000 جنيه. سامحوني ما ترجمهاش بالبصري انها ال 500 دولار دي حوالي يعني 8000 جنيه، لا ال 500 ريال دي، ال 500 دولار 3000 يوان صيني مش مبلغ هنا يعني. ربنا يخليك يا استاذ عاطف، شكرا ليكم جزيلا على الناس كلها ردت عليك يا استاذ محمد عبد المطلب اهي. حدايد وبويات يدخل في نطاق شغلك؟ اه موجود يا استاذ، استغفر الله اتوب اليه موجود ان شاء الله. كلمني على الخاص قول لي بس التفاصيل ايه وممكن نرشح لك مكتبنا في ايه وان شاء الله. ربنا يخليكوا. ممكن السفر للصين من مصر طبعا يا استاذ علي، طبعا كلمني على الخاص ونسفرك طبعا، نجيب لك فيزا كمان ان شاء الله. عايز اعرف تفاصيل خط انتاج اكياس شنط استاذ حسن، عشان تعرف من الالف للياء دي لازم تدفع لي ديبوزيت، اقول لك كل حاجه ان شاء الله باذن الله. والله يا استاذ احمد علي سلوى ربنا يخليك، شكرا على التوضيح ان السلوى والله مفيش بنزين والله العظيم الدنيا ناشفه خالص. الله يكرمك يا استاذ جاسر، شكرا جزيلا ليك والله. يا توضحوا للناس لو في جديه مش هيكون عنده مشكله في العربون، صح يا استاذ محمد؟ صح كده، تمام 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 تمام. البطه خلصت والله، اعمل ايه بس اخلصكم بس عشان ما اسيبكوش، عيب ان انا اسيبكم وامشي يعني. انا منتظر طبعا اسئله استفسارات حضراتكم، راح احاول اجاوب الاسئله بسرعه قبل ما البطه تروح مني. تاني 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 ربنا يخليكم. كل ده الموضوع عرض وطلب تمام مظبوط، 500 دولار مبلغ جيد. طب الحمد لله كلكم موافقين على موضوع الديبوزيت، الحمد لله رب العالمين. ممكن اعرف ثمن ماكينه من عمل الكوبايات الورق مش البلاستيك؟ ما انا قلت يا استاذ احمد يحيى بتبدا من 10000 دولار وانت طالع على حسب الطاقه الانتاجيه بتاعه المكنه. ربنا يخليكم. والله يا استاذ محمد صبري بفضفض معاكم بصراحه يعني، انا مرتاح وانا قاعد معاكم. حدايد وبيات موجوده. استك فلوس من تايلاند؟ استك الفلوس في تايلاند يا استاذ محمد رشدي. وبقى يعني كلمني ممكن اديك يعني مكتبنا في تايلاند تتواصل معاه ان شاء الله، مفيش مشكله ان شاء الله. لا استاذ محمد رمضان بيسال بيقول لو السعر ما عجبنيش الديبوزيت بيرجع؟ لا اجيب لك سعر تاني وتالت ورابع وخامس، لكن طبعا الديبوزيت ما بيرجعش طبعا، ما ده مجهود نظير المجهود اللي انا بذلته. اللي ما يعرفش مثلا تمام، شكرا استاذ معتز كفايه وقتك اللي ربنا يخليك. لا والله يا استاذ ابراهيم ولا اي حاجه، ده يعني ربنا تقبل منا يا رب ان شاء الله.
خط انتاج اكياس بكام؟ ما احنا قلنا اساس كامل زنيط بيبدا من 15000 دولار وانت طالع على حسب الطاقه الانتاجيه. ربنا يخليكم، شكرا لكم جدا طبعا على العدسات الطبيه بلاستيك وزجاج موجوده يا استاذ السيد دباوي، في العدسات الطبيه كلها موجوده في مول جنبينا هنا في اسمه مول النضارات موجود. شرفنا ونبعتك المول ومصانع كمان. اخبار التصدير لتركيا سهل ولا لا؟ حلو كويس يا استاذ كيمو برازيلي. موضوع التصدير لتركيا، تركيا احنا بنصدر اعتقد مش اقل من مليار دولار او يزيد لتركيا، ففي صادرات كويسه لتركيا. معاد واسم معرض المستلزمات الطبيه واكسسوارات التجميل بعد اذنك. كان في معرض اكسسوار تجميل كان لسه شغال من اسبوع فات يا استاذ محمود الشربجي. شنط سفر فايبر ترولي فايبر موجود يا استاذ احمد كشبه، ما عندنا مصادر كويسه للشنط، عندنا مصادر كويسه جدا للشنط تحت امرك، بس خد بالك الشنط عليها جمرك ضريبه 60%، 60% جمرك بتاع الشنط، تاخد بالك من حاجه زي كده. عندنا ايه تاني؟ ممكن اعرف اسعار كراسي الحلاقه؟ لا والله دي بس لازم تجيب اوردر كبير، مش ينفع كراسي الحلاقه عشان تفتح محل حلاقه يا استاذ سيد. لو هتجيب عشان تبيعها ماشي، لو هتجيب عشان تبيعها ماشي. التصدير لتركيا سهل كويس. ايه موضوع البطه؟ اوبا استاذ وليد قعيد، والله العظيم البطه خلاص راحت عليا كده، والله ده هيقتلوني كده. ما شاء الله ربنا. اجهزه مساج واجهاز وازاله شعر ليزر والله موجوده في المعرض، لو جيت المرحله الاولى يا استاذ محمد الشربجي هتلاقيها موجوده في المعرض، بس خد بالك في ممكن يكون في مشاكل في دخولها مصر، خد بالك. ماكينه خط انتاج اكياس بكام؟ احنا قلنا تاني يا جماعه الخير بحوالي 15000 وانت طالع. قطع غير السيارات المستعمله من هونج كونج، وخصوصا لو عايز اجيب كميه من قطع معينه هل ممكن اجيبها ال سي ال؟ هاتها بس وانا اشحنها لك مفيش مشكله. بالمناسبه احنا عندنا خدمه ال سي ال او الشحن الجزئي بفضل الله العبد لله مع بعض الاصدقاء، اول ناس نعمل خدمه شحن جزئي من الصين للسخنه بوارس منفصله وشحنه منفصله بعيدا عن شغل الدور تو دور والمشاكل بتاعته، فده موجود ان شاء الله باذن الله رب العالمين. قافل ليه طلبات صداقه؟ مش قافلها ابدا حاشا لله، انا ما فيش طلبات صداقه، بس انا واصل للحد الاقصى على الصفحه يا استاذ حسين فوزي لو انت سامعني، فغصب عني والله مش مزاجي. الاكونت الشخصي بيبقى ليه ليميت 5000 صديق بس، الفيس هو اللي عامل كده، فوق كده ما بيبقاش مش موجود، فبتعمل متابعه يعني في متابعه فيرست كمان. اتشرف طبعا بحضرتك. تصدير الورق ده لتركيا متاح ولا يا باشا؟ كلم يا والله جرب يا كيمو، انا ما اشتغلتش تصدير لتركيا فما اقدرش افيدك فيه. ينفع نستورد بن من الصين؟ لا الصين ما فيهاش بن، البن بيجي من انت عارف بيجي من البرازيل معظمه من افريقيا. لو سمحت انا بتكلم جد، ممكن تكلمني عن سوق النظارات الطبيه؟ طبعا يا استاذ سيد تحت امرك، وانا شايف انا جاوبتك قبل كده، فكلمنا يا استاذ سيد وتشرفنا ونظبط لك الموضوع كله ان شاء الله باذن الله. ماكينه انتاج المسامير الخشابي والالاوز كلمنا يا استاذ ابراهيم نقدر نوفرها لك، بس يكون في جديه ان شاء الله. اقل كميه استيراد ورق تصوير، بالمناسبه ورق التصوير انا عرضته ده من تايلاند، عينه جايلي من تايلاند. اقل كميه 4 حاويات، اقل كميه 4 حاويات، الحاويه 1500 كرتونه، كرتونه 5 رزم، الرزمة 500 ورقه. ماشي يا جماعه الخير. والسعر الدبل مفيش دبل ايه، مفيش دبل ما عنديش دبل ايه، السعر ده اللي هو السي اس بيبر او سي اس جرين، السعر 80 جرام، الرزمة بدولار 95 سنت ووصل لحد اي مينا عربي، وال 70 جرام بدولار و90 سنت وصل لحد اي مينا عربي بدون التخليص. تستورد حاجات من تايلاند؟ طبعا يا استاذ اسحاق نعيم، كلمني يا استاذ اسحاق، كلمني على الخاص بعد اذنك وان شاء الله ابعت لك من تايلاند لامريكا مفيش مشكله ان شاء الله، بس يكون في ديبوزيت تحت الحساب. انا قلت على الهوا اهو. كيفيه استيراد قبل كاش صيني لدمياط؟ موجود يا استاذ اسلام، وانا كنت في مدينه اسمها في تشينداو، دي اللي فيها كل شغل الابلكاش والشغل الخشب من الصين، وانا قبل كده الحمد لله نزلنا شغل خشب من مصر وللصين قبل كده. نصدر خضار وفاكهه للصين؟ لا، البرتقال المسموح استيراده للصين من مصر هو الموالح والعنب بس. خطوات تصدير الورق لتركيا ما اعرفش والله يا حبيبي، قلت لك حبيبي يا غالي المسامح كريم ربنا يكرمك. حبيبي يا استاذ سامح نجيب حضرتك والسامح والله يا فندم اي حاجه والله، انا لا انا عمري ما زعلت من حد ولا عمري شفت من حد، لو فتحت قلبي هنا يعني الشمال دي، لو فتحته دي الشمال عندكم انتوا اليمين بس هنا الشمال، لو فتحت القلب الحمد لله لا يحمل حقدا لاحد، وانا عمري ما شلت من حد ومش زعلان من حد خالص يعني ما زعلش من حد الحمد لله. لو استيراد قطع غيار سيارات دونج فينج جلوري موجوده يا استاذ احمد معز، كلمني بعد اذنك بس يكون عندنا مبلغ للاستيراد مش اقل من 20-30 ألف دولار. لو فكره لثالث مره بكتب لك وانت مش بترد على تعليقي، على فكره
استاذ لا يا استاذ سيد انت بس ايه الاسئله متاخره وانت بس ما بتاخدش بالك، انا جاوبت مرتين حضرتك بتسال على مكنه مش عارف مكن كذا حاجه جاوبتك انا يعني. حبيبي يا استاذ ياسر ابو زيد تسلم، حبيبي يا باشمهندس جمال، حبيب قلبي واهل المملكه والطائف كلهم. كم تكلفه السفر من مصر للصين يا استاذ هيثم؟ استاذ خير انا قلت في غير اوقات المعرض في حدود 1000 دولار، في غير اوقات المعرض في حدود 1000 دولار، في وقت المعرض في حدود 1500 دولار تقريبا عشان سعر تذكره الطيران بيزيد والفنادق بتزيد. ربنا يخليك يا استاذ محمود الغالي على راسي كلامك دوت. انا عايز استورد اطارات للامارات، كلمني يا استاذ تامر بس نكون في واخدين خطوات جديه نحو التنفيذ. إيه عندنا ايه تاني؟ ايه وضع التصدير لافريقيا؟ كويس جدا جدا، الناس اللي هي عايزه تصدر لافريقيا يا ريت استثمروا في افريقيا وتوجهوا لافريقيا، في جروبات كتير على الابلكيشن اللي على الموبايل اسمه تليجرام، تليجرام عليه جروبات كتير قوي بموضوع افريقيا ده، حاولوا تخشوا فيها. ممكن تستورد طبعا يا استاذ اسحاق انا جاوبتك، كماليات سيارات وارجو التواصل معك، انا مسافر يوم 27. تشرفني يا استاذ حازم، استاذ حازم ابو زيد كلمني على الخاص مشكورا عشان اقول لك هنعمل ايه بالظبط ان شاء الله باذن الله. انا جاي الاسبوع اللي جاي لو عايز حاجه من مصر. اه والله يا استاذ امير حبيبي انا بتعامل مع حد تاني بس امرني، ده شرف ليا حاجه جميله. حضرتك ما شاء الله شخص رائع، ربنا يكرمك يعني بالاسلوب الراقي دوت، طبعا جميل جدا والله يا حبيبي، يعني محتاج سلامتك بس، دعواتك الطيبه بس. كم تكلفه السفر من مصر؟ 1000 دولار. انا اريد ادوات سيارات للتوصيل العراق، كلمني يا استاذ عمار، عمار الاس دي، كلمني على الخاص تحت امرك ان شاء الله. اي احنا عندنا تخصص قسم فيه قطع غيار وكماليات واكسسوارات السيارات، وعندنا قسم تاني متخصص فيه قطع واكسسوارات النجاره واكسسوارات الالمونتال، متخصصين فيه ان شاء الله حاليا الحمد لله، وعندنا ايضا قسم متخصص فيه اكسسوار المحمول برضو. استفسار على جمرك اكسسوار المحمول، اكسسوار المحمول جمركه كله 5% تقريبا، من 5 ل 10% زائد 15% ضريبه المبيعات. في شحن للكويت وهل جمرك هيبقى غالي؟ استاذ عادل ابراهيم شحن الكويت شغال بس لازم اعرف ايه البضاعه. الجمرك تسال فيه اهل الكويت هناك، مش تسالنيش انا ما طبعا مش خلفيه طبعا. ابلكاش 3 مللي صيني، استاذ اسلام كلمني قلت لك على الخاص عندنا ان شاء الله. وات اي كان دو تو اوبن اوفيس ان تشاينا، نصيحه ما تفتحش والله العظيم، تعالى خد مكتبي والله العظيم انا بتكلم بجد، تعالى خد مكتبي وتحت امرك يا عم مراد محمد، تحت امرك تعالى وخد مكتبي، ده انا تعبت اصلا. بسأل عن اكسسوار موبايلات من الصين وضعها ايه؟ شغاله يا استاذ احمد عبد الرحمن كويس، اكسسوار المحمول ده شغل كويس لمصر، الناس بتسأل اكسسوار المحمول شغل كويس لمصر، الناس اللي عايزه فاهمه فيه، محتاجين من 15 20 الف دولار تيجي لنا نعمل لك اوردر كويس وتوكل على الله احنا نشحنه لك ان شاء الله دور تو دور، اكسسوار المحمول الوحيد اللي بنشحنه دور تو دور ان شاء الله. لا البث شغال كويس يا محمد يا صبري، انت عندك مشكله تلاقي النت عندك، بالمناسبه انا عندي 5G من ساعه ما انا قلت عندي 5G كده يعني. ها ماشي، كماليات سيارات وارجو التواصل. حبيبي يا استاذ حازم، ايه اقل كميه الورق الاي 4؟ اربع حاويات اقل كميه للتواصل لشراء عندنا ورق تصوير موجود اهوت ان شاء الله، ده من تايلاند دي عينه اهي، مش عارف بقى لو الناس كانت ممكن اوريها لكم كمان، العينه ما شاء الله جميله يعني حاجه كده بيضه خالص اهي، تشوفوا بيضه ازاي، بيضه بياض ده ورق تصوير من تايلاند، الناس كانت بتسال على ورق التصوير الرزمه بدولار بوينت 95 سنت وصل لحد اي مين عربي وقال له اوردر اربع حاويات. عايز اصدر صلصه صدر، ايه المشكله؟ بس انا يعني والله ما عنديش خلفيه بالتصدير من مصر بصراحه. الميعاد المناسب للسفر اول معرض طبي المدينه غالبا هيبقى شنغهاي يا استاذ محمد الشرباجي، تابع الموقع اللي هو www.10times.com 10 رقم 10 بالانجليزي times times.com، ده تعرف عليه مواعيد المعارض كلها ان شاء الله. اكسسوار الموبايل عايز اعرف حساب الجمرك، جاوبتك. صبح صبح يا عم هيثم، صبح صبح يا عم وليد. عند جوم مكتب في المغرب ما شاء الله، عند جوم مكتب في المغرب عندنا مكتب والله ليس اخ حسن ما شاء الله، اخ حسن تبرو انا عندي يعني شبه مكتب يعني مكتب وكيل، فكلمني اخ حسن من المغرب وانا تحت امرك ان شاء الله، انا بحب اللهجه الامازيغيه واللهجه المغربيه جميله. استاذ هيثم عبوات العطور جمركها كام وهل تقدر توفرها؟ جمركها كام دي تسال مستخلص، اوفرها لك، عندي شوروم هنا خاصه بزجاجات العطور وعبوات العطور للي عايز ان شاء الله. اذا تم الديل كم في المية عمولتك استاذ الفاضل استاذ محمد عبد المطلب؟ تاني يا محمد عبد المطلب، طب تاني يا محمد كلمني على الخاص يا محمد يا ابو طلب بقى عشان انا عايز اصفرت بيك على الخاص.
كم تكلفة السفر يا أستاذ هيثم من مصر مجاوبتك يا خيري $1000 في خير أوقات المعرض؟ اكسسوار الموبايل بيتحاسب ازاي في الجمرك؟ 5% و15% ضريبة مبيعات، دي معظم الحاجات يعني. أستاذ عبد الرحمن حبيبنا موجود اهو عندي في المكتب، اللي عايز أي حاجة تخص المكن وخطوط الإنتاج يكلم عبد الرحمن، موجود هنا في التعليقات. ما ليه بقى ما اقدرش يا استاذ وليد قعيد؟ ده انت حبيبي، انا رديت عليك مرتين يا معلم، في ايه؟ هرد على الخاص يا استاذ ابراهيم بكره الصبح ان شاء الله، باذن الله السبت ان شاء الله. اكسسوار الموبايل، ما انا جاوبتك يا استاذ ابراهيم، عايز اصدر خضروات، ترشح لي اي بلد؟ والله يعني ما اعرفش في التصدير من مصر، والله يا حبيبي انا شغال في التصدير من الصين، سامحني والله. حبيبي يا عم سيف، ماشي يا عم سيف، ماشي يا عم سيف يا متعصب انت. انا عايز استورد ادوات مكتبيه موجوده في مدينه ايوه، ادوات مكتبيه موجوده في مدينه ايوه كلها. سعر ماكينه انتاج المسامير النجاره، المكن انتاج المسامير بيبدا من $5000 وانت طالع حسب الطاقه الانتاجيه، بس يكون من مصانع التمر البلح مسموح للصين. استاذ محمد جمعه، التمر بتاعنا مسكر مش بيمشي هنا في الصين، خد بالك. استاذ منذر، عرفت منين يا عبد الرحمن انا زعلان منك؟ عرفت منين؟ البطه قالت لك. ماشي ماشي يا معلم، والله يعني قال لي يعني بتجاي صالحني على الهوا يا فرحتي. لا يا حبيبي، ابعت لي على الخاص يا حبيبي. ده احد الاستاف طبعا، فريق العمل بتاع سمارت مكتب ده في القاهره، يعني بيصالحني على الهوا، يعني انا واخد على خاطري منه، انا واخد على خاطري من بعض الموظفين. قولي رايكم يعني، اخصم له ولا اعمل له ايه يا جماعه الخير؟ عبد الرحمن ده احد الاستاف اللي انا بفخر بيهم عندي في مكتب القاهره، بس انا واخد على خاطري منه شويه. فتفتكروا اخصم له قد ايه؟ 5 ايام 10 ايام؟ ما اخصملوش، اختاروا. طب ما معلش مسرات قبل كاش 3 مللي، اقل حاجه حاويتين يا عم اسلام، عشان الشغل ده رخيص، فعشان لو حاويه هتعمل مبلغ صغير مش هتعرف تاخد سعر حلو، لكن كل ما تكتر الكميه تعرف تاخد اسعار كويسه ان شاء الله. ماكينة غسيل السيارات 360 درجة، ما عنديش علم يا أحمد يحيى والله. أسعار توريد البرتقال للصين من مصر، لا ما عنديش أسعار، أنا ما دخلتش. بص يا بالمناسبة فكرتوني يا جماعة الخير، في معرض يا ريهام، يا ريهام ريري، في معرض صادرات أو معرض الاستيراد للصين، أنا قلت في أول في الجزء الأول من البث هقوله لكم تاني، ركزوا معايا. عندنا معرض ايوو الدولي للسلع المستوردة للصين، والذي سيقام في مدينة ايوو في الفترة من 6 الى 9 مايو هذا العام، كما نرجو كمان تمام. يعتبر احد اهم المعارض الدولية في الصين للسلع المستوردة، يهتم المعرض بعرض السلع المستوردة الى الصين، كما يهتم ايضا بخدمات الواردة التجارية، منصات التجارة الالكترونية، منصات سلسلة التوريد والنقل التجاري. يحتوي المعرض على بعض المنتجات مثل اللوازم المنزلية، لوازم الأمومة والطفولة، مستحضرات التجميل، العناية الشخصية، التحف والهدايا، الأجهزة المنزلية، الأغذية والمشروبات، منتجات الرعاية الصحية، الأزياء والمجوهرات، الألعاب الإبداعية، المواد الثقافية والرسمية، منتجات الرياضة والتسلية، الملابس وإكسسواراتها. المعرض ده يوم 5، يوم 6 اللي جاي، شهر 5 اللي جاي. اللي عايز يعرض أنا أعرض له حاجته، واوزع له البروشور والكتالوج، واعرض له الرول اب بتاعه والبزنس كارد بتاعه، والم له بزنس كارد من الزوار الصينيين وابعتها له، يتفضل في بوست انا عملته وصفيت على الفيس يقراه، هيلاقي التفاصيل كلها ويعمل تواصل معانا ونتفق ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. اكسسوار الموبايل بيتحسب ازاي في الجمرك؟ ما انا جاوبتك يا حبي، 5% و15% ضريبه مبيعات. مصانع ادوات مكتبيه في ايوا يا استاذ وليد الحاج، كمالات السيارات حازم كلمني على الخاص. الوقت المناسب للتحدث معك استاذ يسري الشريف، ابعت لي على الماسنجر وابعت لي على الواتساب لو معاك الرقم بتاعي، ابعت لي وانا تحت امرك يا يسري، او ابعت لي على الخاص بس انا ابعت لك رقم موبايلي مفيش مشكله ان شاء الله. حبيبي يا استاذ استغفر الله واتوب اليه. ادوات الزراعيه الليات وفيتنج وبولي اثيلين موجوده يا استاذ عادل احمد في المرحله الاولى في المعرض الكانتون فير، او كلمنا ان شاء الله نجيب لك اللي انت عايزه ان شاء الله. الجديه موجوده والنوع موجود، كيفيه التواصل معكم. استاذ تامر خطيب كلمني على الخاص يا استاذ تامر بعد اذنك. انا عايز الحق البطه هتروح مني يا جماعه. ادوات مكتبيه بس من مصانع مش من معرض، الادوات المكتبيه تتجاب من ايوو من الفوتيان مش من معرض خالص. التمر مسموح يا حبيبنا، بس التمر اللي بيجي من عندنا مسكر، هنا بياكلوش التمر المسكر. حضرتك محتاج اجزاء من بطاريه السياره لمصنع تجميل بطاريات سيارات، كلمني يا استاذ احمد دسوقي على الخاص لو سمحت، اعرف التفاصيل كلها ونشتغل تحت امرك ان شاء الله. استيراد اطارات السيارات صغيره، باشمهندس جمال ابعد عن موضوع اطارات السيارات عشان في مشاكل يا باشمهندس جمال، عايز استثمار عالي شويه.
الجمرك، الاكسسوار الالومنيوم، اكسسوارات الالومنتال في حاجات بتبدا من 15% لحد 40% يا استاذ خليل. واحنا عندنا شوروم دلوقتي، بنجهز شوروم وعندنا قسم متخصص مكتبنا هنا في الصين خاص باكسسوارات الالومنتال واكسسوارات النجاره. لو جبت ملابس استوك من ايول مصر مش هتخش يا استاذ عادل، لان الملابس محظور استيرادها في مصر، ممكن الاستوك هيخش بورسعيد منطقه حره بس. انتاج المسامير النجاره ما قلنا من $5,000 وانت طالع، مش بتعامل معاك عشان مش هينفع تشحنوني لمصر عشان حاجه تاني، لكن انت عسل يا استاذ امير حفظي، انت راجل عسل اصلا، ربنا يخليك يا حبيبي، على راسي على راسي، بس لازم تيجي تشرف تشرب معايا شاي يعني. طب ممكن اعرف اكسسوارات المونتال بدايه من كام؟ بدايه من $20,000 يا استاذ عصام طارق عشان تعمل اوردر كويس، ممكن 15,000 ولا حاجه ممكن. استيراد السعوديه ادوات زراعيه ليات موجود يا حبيبنا، كلمني على الخاص ان شاء الله. المبلغ المطلوب لكنه انتاج المسامير، ما احنا قلنا ما ينفعش تجيب مكنه واحده، تجيب 5 مكنات. انا شغال في الترخيص الجمركي في السعوديه واحتاج الى حاجه تحت امرك الانسان. ربنا يخليك يا استاذ مستر عمرو طلعت القصير، ده شرف ليا، وابعت لي على الخاص ونتواصل ان شاء الله باذن الله. حبيبي حبيبي تحت امرك. كم حاويه ورق A4 لمصر ومده الاستلام من وقت الطلب؟ اقل اوردر 4 حاويات، بندفع ديبوزيت 30% قبل الانتاج و 70% قبل الشحن ان شاء الله. الانتاج حوالي 20 يوم وشحن 30 يوم، كله 50 يوم يكون عندك ان شاء الله. الاستيراد من تركيا كويس طبعا، مفيش كلام، ما اقدرش اقول عليه حاجه وحشه، بلد تركيا بلد كويسه، شغلها كويس. ايه المواد الغذائيه المناسبه للامارات؟ انت اللي تحدد يا مستر ام بي ار. حضرتك في قمه الاخلاق والذوق حبيبي يا استاذ كرولوس، حبيبي استاذ فخري. رقم تليفوني ابعت لي على الخاصه، ابعته لك، مش عارف اكتبه دلوقتي والله، مش قادر اقوله لك تحفظه يعني. الموبايل اللي على عليه واتساب الرقم المصري 0100-855-1301. ساري تصدير الخضار يا بالي اجزاء البطاريه، لو سمحت شغل التليفونات والكمبيوترات لو سمحت موجود يا استاذ احمد سمير، ابعت لي بس ايه اللي انت محتاجه على الخاص، ابعت لي التفاصيل كامله على الخاص وانا تحت امرك ان شاء الله. جمرك المستلزمات الطبيه على حسب كل ايتم، بيبقى ليه حاجه اسمها البند الجمركي بتاعه كام، البند الجمركي يتقال عليه الضريبه بتاعته. المواد الغذائيه انت اللي تحدد يا حبيبنا، قلنا لو انا مش عارف اشتغل في ايه معاك ومعايا فلوس $10,000 ايه الخطوات المطلوبه. استاذ وليد قعيد كلمني على الخاص يا استاذ وليد، استاذنك تكلمني على الخاص ممكن ارشح لك شويه حاجات ان شاء الله يعني. ينفع اخد حاويتين ورق بدايه شغل يا استاذ ريمون؟ معلش والله اقل اوردر 4 حاويات، معلش ده شرط المصنع ان الاوردر الواحد 4 حاويات. ممكن استاذ ريمون نسيم يا جماعه عايز يجيب حاويتين ورق، اللي عايز يجيب حاويتين برضو او حاويه يكلم الاستاذ ريمون واتفقوا مع بعض وتعملوا اوردر واحد ان شاء الله، بس واحد بس اللي هيتكلم معايا يعني، هيقول لي بكلمك على 4 حاويات. ايه افضل حاجة استوردها من الصين؟ استاذ خالد حمراوي، انا لسه عامل مقال عنوانه الجملة اللي انت كاتبها دي، فارجو تخش على صفحتي، اتشرف تخش على صفحتي على الفيس وانزل تحت شوية هتلاقي مقال انا عامله اسمه ايه افضل حاجة استوردها من الصين، ارشحك تقرا المقال ده يا استاذ خالد. حبيبي يا استاذ وليد الكينج حبيبي، خلفت معاك انا يا عم وليد، معلش يا عم وليد معلش، لما اجي مصر ان شاء الله اجي لك الجمالية ان شاء الله. ماكينة تحويل قش الارز الى فحم، استاذ اسامة لازم اعرف تفاصيل. عايز عنوان مكتب القاهرة يا أستاذ إبراهيم، لو تعبئة التعليقات أهو تحت التعليق بتاعك يا أستاذ إبراهيم مباشرة، هتلاقي عبد الرحمن حاطط بيانات المكتب بتاعنا. سنة مكافأة، ده أنا هعدمك، ده أنا هحصلك يا عبد الرحمن، هرفدك قريب إن شاء الله بس عجلش. الناس بتحبيك يا عبد الرحمن، أستاذ محمد خليل بيقول لك اصرف له 5 مكافأة 10 أيام. لا لا انا معترض يا استاذ محمد خليل على كده، انا عايز اخصم له، انا قلت 3 اوبشنات، يا اخصم له 5 ايام يا اخصم له 10 ايام يا ما اخصملوش، فعايزين خصم، انا عايز احب خصم، انا هتعرف انا صاحب شركه احب اخصم. الحاويه اضرب الكرتونه فيها 5 رزم، الكرتونه قول بحوالي $10 يعني حوالي $15,000 الحاويه تقريبا يا استاذ خالد. خط انتاج الابلكاش او ام دي اف استاذ حسن، ده موضوع كبير، تكلمني بالتفاصيل اكتر ويكون معاك ديبوزيت جاهز وانا تحت امرك اجيب لك خط الانتاج كله لحد مصر كمان. حبيبي يا حاج سيف، ايوه كده حبيبي 100 100 يا حاج سيف يا غالي. البطه بتنادي، والله بك 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 كده يا استاذ كامل بتوقعني، خلتني قريتها كده على الهوا كده، ينفع؟ طب انا عايز اروح والله، البطه خلاص استوت وخلاص شكلهم كلوها. ماكينه طيب استاذ وليد قعيد حبيبي يا استاذ وليد، طب يا رب تكون الاسئله خلصت بقى، ما تخلص كفايه اسئله بقى.
يعني. طب انا هستاذنكم اجاوب على بقيه الاسئله ان شاء الله بالليل، او احاول ارد عليكم في التعليقات ان شاء الله باذن الله، لان والله العظيم البطه هتروح عليا يا جدعان، والله ياكلوا البطه كلهم لوحدها لوحدهم، وانا يعني في الاخر هقعد اغني انا بقى ظلموه، واقعد بقى سلامه فرحتي بقى وانا قعدت ارد عليكم وراحت عليا البطه. فعندي اشكاليه كبيره يعني. اقل عدد ماكينات انتاج اكياس، ناخد مكانتين ولا حاجه يبقى كويس ان شاء الله استاذ كامل، يعني مكانتين حلوه ما تكترش عن كده. المولدات الكهربائيه موجوده بس لازم تفاصيل يا استاذ محمود. قطع غيار جوالات للسعوديه لازم اجي ولا يفضل تيجي يا استاذ محمد القنصل؟ لو مش هتيجي يعني تطلب يعني يعني تطلب منتجين ثلاثه بكتير قوي. مين اللي بيرد عليا؟ حاضر. بس استاذ ابو سيف بيقول ايه؟ المولدات موجوده يا استاذ ابو سيف، المولدات الكهرباء موجوده بس محتاج تفاصيل ونتفق، هيكون في ديبوزيت قبل ما اعمل اي حاجه خالص. اجهزه الكمبيوتر موجوده يا استاذ وليد، كلمني وارشح لك حد متخصص في اجهزه الكمبيوتر هنا في الصين، وحد كويس قوي صديق يعني. كم تكلفه اربع حاويات؟ احنا حوالي $60,000 تقريبا، وصل لحد من السخنه يا استاذ تامر. استيراد الكاوتش من تايلاند الامريكا، استاذ اسحاق كلمني عشان اتفق معاك الاول. مكان انتاج الاستريتش الصناعي موجود يا استاذ استاذ عصام طارق، كلمني برضو، ابعتوا لي بس يا جماعه التفاصيل والتليفونات، وان شاء الله اتواصل معاكم السبت بكره ان شاء الله. انا شايف الاسئله خلصت خلاص، خلاص مفيش اسئله تاني. لو حد انا ما جبتش على سؤاله اتمنى يسامحني ويعفو عني، هتلاقيه راح مني كده في توهان الاسئله، سامحوني لو انا ما جبتش سؤال عن حد، بس ان شاء الله في التعليقات هرد عليه. ابعتوا لي على الماسنجر على الخاص ارد عليكم كلكم ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش اخر حاجه هعيد بسرعه جدا، عندنا ورق تصوير A4 جالنا من تايلاند دلوقتي، العينه جات لي من تايلاند، ورق A4 موجود اللي هو A4 80 جرام و70 جرام، ال 80 جرام الرزمة بدولار بوينت 95 سنت وصل لحد مينا اي مينا عربي، وفي 70 جرام اقل ب 5 سنت. وعندنا حاضنة الاعمال اللي انا اعلنت عنها، ان شاء الله نعمل دورة تدريبية ان شاء الله. حاضر يا استاذ ابو محمد منور يا ريس، عندنا حاضنة اعمال دورة تدريبية عملية، هتيجوا من مصر او من اي دولة عربية ان شاء الله، نعمل لكم برنامج كامل شامل الفيزا وتذكرة الطيران والاقامة والتنقلات، ودورة تدريبية عن الصين وازاي اتعامل مع الصين وتاجر مع الصين واستورد من الصين وتفاوض واشتري، وهيكون فيها كورس تدريبي تتعلم لغة في اول يومين ثلاثة كده عشان تعرف تتكلم شوية، وكمان رحلة هنروح الجامعات اللي بتقدم سكولارشيب او منح تعليمية ان شاء الله باذن الله. المكنة حوالي $15,000 يا استاذ كامل، المكنتين $30,000 تقريبا كده ان شاء الله. هنستنى اخبار البطة الصيني. ايوه استاذ انتوا متابعيني بقى. كم تكلفة الدورة من الإمارات استمر الخطيب؟ إن شاء الله هعلن لكم إن شاء الله بإذن الله، للمصريين بالذات يعني كمان إن شاء الله برضو يكون في حتة كده يعني، لأن أنا يعني مراعاة طبعا الظروف الاقتصادية عندنا، فإن شاء الله نظبطها تبقى حاجة ونحاول مختصرة، هيبقى في واحدة مختصرة وفي واحدة كبيرة شوية. المختصرة إن شاء الله يعني تبقى مناسبة للشباب اللي في مصر، الكبيرة هتناسب الناس اللي في الخليج عامة إن شاء الله، يكون وقتها كبير شوية ويكون تكلفتها أكبر شوية إن شاء الله بإذن الله. إيه انا جبتك يا استاذ كامل، المكنه الواحده $15,000، مكنتين في حدود $30,000 تقريبا. شكرا يا محمد، احبك الذي احببتني فيه. ما تنسوش تعملوا شير للبث بنت بعد ما تخرجوا لو سمحتوا، قبل ما تخرجوا اعملوا شير للبث، وخشوا على صفحتي هيثم في الصين، قناتي على اليوتيوب فيها 420 فيديو بتكلم فيهم عن الاستيراد وعن الصين، يا رب تعجبكم. صفحتي على اليوتيوب هيثم في الصين او هيثم ان شاينا، تابعوني ان شاء الله على طول ان شاء الله ما تنسوش، وانا معاكم ابعتوا لي على الماسنجر هحاول ارد عليكم ان شاء الله بكره الصبح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هحط لكم كافه التفاصيل عن الدوره، دوره تبقى كبيره جدا، حاجه ناجحه قوي قوي، هيكون فيها استفادات جامه ان شاء الله باذن الله باذن الله، وتحت اطار حاضنه اعمال، تبقى حاضنه اعمال كمان، العطور محظور استيرادها مصر، حاضنة أعمال بحيث إن يكون عندك يعني مقر ليك في الصين، أي ما بتيجي بعد كده إن شاء الله تيجي المقر ده وتستخدمه وتستعمله إن شاء الله بإذن الله. حاضنة الأعمال دي فكرة جديدة، ادعوا لنا تتم على خير إن شاء الله بإذن الله. الحاجة التانية اللي عايز أقول لكم عليها معرض التصدير للصين، الناس اللي عايزة تصدر للصين أو عايزة تحضر معرض للصين بدل ما يحضر، أنا هحضر نيابة عنك وناخد جزء من البوث ومقابل مصاريف معينة، هتبعت لي العينات بتاعتك، هتبعت لي الكتالوج بتاعك، هتبعت لي الرول اب بتاعك، البيزنس كارد بتاعك، العينات، وانا اعرضها باسمك، واوزع الكتالوجات ونوزع البيزنس كارد بتاعك في المعرض وللزوار، واي كل المهتمين اللي هيبقوا او يعني عندهم عايزين يشوفوا الحاجه بتاعتك او عايزين يعني عندهم رغبه في المنتج بتاعك
هنجيب البيزنس كارد بتاعهم ونبعته لك ان شاء الله مصر ان شاء الله باذن الله. كل ده مقابل تشارج برضو انا اخدها من حضرتك مقابل التنسيق والتنظيم والحجز والكلام ده كله. الناس كانت بتكلمني فين التصدير فين التصدير، يلا اتفضلوا انا مجهز لكم معرض تصدير للصين يوم 6/5 ان شاء الله باذن الله. اللي عايز يبعت حاجته تتعرض في المعرض يكلمني على الخاص ان شاء الله باذن الله. انا عامل بوست فيه التفاصيل كلها على صفحتي على الفيسبوك، تابعوها واقروها كلها. واي استفسار انا حاطط رقم تليفون ان شاء الله باذن الله. استاذ سامي غطاس حبيبي تنورني على راسي. العطور المواد الخام فقط والات التصنيع اي الات تصنيع مسموحه ما فيش اي مشكله فيها خالص ان شاء الله. المواد الخام ما اعرفش يا استاذ ابو محمد اذا كان العطور الماده الخام مسموح دخولها ولا لا، دي محتاج تسال فيها مستخلص جمركي. لكن اي مكان مسموح استيراده ما فيش اي مشكله فيها خالص ان شاء الله باذن الله. معرض الكانتون فير هيبدا يوم 15/4. اللي عايز يجي المعرض ويشرفني في مكتبي يا ريت يتواصل معانا على الخاص، نرتب له ان شاء الله نستقبله في المطار ونرتب له الزياره كلها، ولو احتاج حاجه في المعرض نقدر نساعده ان شاء الله. حبيبي يا استاذ سامي تنورني مستنيك ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير كل جمعه الساعه 1:30 بتوقيت القاهره، الساعه 2:30 بتوقيت السعوديه، الساعه 7:30 مساء بتوقيت الصين. دلوقتي حان الان الاوان اسيبكم واروح الحق ذكر البط اللي هيروح هيكون راح عليا دلوقتي ان شاء الله. شهر 5 مناسب جدا بعد المعرض، من شهر 5 لشهر 6 مناسب جدا لزياره الصين ان شاء الله. هنعمل الدوره دي في بعد المعرض مباشره يوم 5/5 كده ان شاء الله باذن الله، عشان تقولنا يكون المعرض خلص يكون الاسعار هاديه شويه والدنيا راقت شويه، وان شاء الله تستمتعوا برحلتكم في الصين ان شاء الله، ونوديكم جامعات ان شاء الله اللي بتعمل سكولر شيب او منح دراسيه. استاذ اسماعيل البطه اسماعيل البطه بره يا اسماعيل، كلت ولا لسه اسماعيل؟ عرفني كده بسرعه اسماعيل، البطه خلصت ولا لسه؟ يعني كلت ولا ما كلتوش من الاخر عشان بس هات من الاخر، يعني اكمل مع الناس ولا اقفل وامشي؟ يعني لو انتوا حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد حبيبي. استاذ هيثم طباخ، طب بسرعه يا هيثم بسرعه حط لي السؤال بسرعه الله يخليك عشان امشي. حبيبي يا محمد يا مصري يا محمد يا عبد التواب حبيب قلبي انا موجود هنا بقى، اعزمني في خوزه بقى يوم كده ولا حاجه. راح يا نهار ابيض. لا اسماعيل بجد والله، يعني كلت ولا ما كلتوش؟ يعني بامانه كلت ولا ما كلتوش؟ لو ما كلتوش اجي الحق اقفل مع الناس واجي لكم، لو كلتوا اكمل مع الناس. يعني اجي ما كلتوش قول لي اكتب لي سؤال كلنا ولا ما كلناش، اكتب لي بس كده يا اسماعيل. وعايز اعرف الحاج، عايز اعرف الحاج عمل ايه، الباشمهندس عمل ايه كل لا ده انا محمد لسه واكل واحد منه اللي دي كلت ايه بالظبط يا اسماعيل عرفني. حبيبي يا محمد يا عبد التواب ما ترجع خويزه وعرفني يا محمد ان شاء الله. تكلفه جمارك الورق ايه تصوير يا هيثم؟ هو معفي بند معفي ضريبه وعليه 10% بس جمارك. يا ابني انا بسال يا اسمي عم اسمعي رد عليا، انتوا كلتوا ولا ما كلتوش؟ انت والباشمهندس كلتوا ولا ما كلتوش؟ رد عليا سؤال. يلا يا بيه يبقى ما كلوش، يبقى ما كلوش. طيب كده اصل اسماعيل هو اللي قاعد يعني كنت خايف ان هو ياكل البطايه. فانا اهلا استاذ علاء السريحين حبيبي وصديقي معايا في منتدى رجال الاعمال العرب. طيب خلاص يبقى كده اقفل واجي حالا 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 يا اسماعيل. يلا يا جماعه عشان اسماعيل بيستعجلني ذكر البط هيقفل خلاص. اشوفكم على خير ان شاء الله، وهبقى اصور لكم ذكر البط وافرجه لكم على الصوره ان شاء الله. طب يلا مش عايزين مني حاجه، اشوفكم على خير ان شاء الله. القاكم كل جمعه الساعه 1:30 ظهرا بتوقيت القاهره، 2:30 بتوقيت السعوديه، 7:30 بتوقيت الصين. اشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله. الى اللقاء، هروح اكل البطايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله، سلام عليكم.